السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات اللي موجودين في الداخل واللي الجزائر هتعيش بالداخل نتاعهم أينما كنتم وعليكم السلام الأخ زكريا جمال احمد اللي ترمز الأسئلة. الاخ نذير بلال الاخت ليلى نسيم الاخ رضا الاخ عبدو كل إخوة قبل ما نفتح لكم المجال للمداخلات وللتعليق بودي هو انه ندير مداخله قصيره نعطيكم من الوجهه نتاع النظر تاعي فيما يتعلق بالشي اللي راهو جاري وكذا توضيح بعض النقاط لا سيما بعض الاخوان المبتدئين او من الوافدين الجدد هذو الناس اللي هما التحقوا الان في 2019 دخلوا الفيسبوك ولليوتيوب ويجي يجي واحد يقول لك انت شكون المهم الاخوه والاخوات فيما يتعلق بهذا الحراك اللي جاري أه لازم الناس تدير في الحساب تاعها ودير في الحسبان تاعها ودير في الاذهان تاعها من انه هذا الحراك هو لم ينطلق من ذاته هذه الحاجه الاولى اللي لازمنا نتفاهموا عليها انا نتكلم بالعقل وقبل ما نتكلم نفكر مانيش من نوع هذاك اللي يستخدم العاطفه او يلعب بالعاطفه نتاع الناس ودائما لما نقول ل... لما نكون نتكلم نقول للناس نقول لهم خدموا العقول تاعكم اخوه الاخوات مانيش نقرا في التعليقات ها باش تكونوا في الصوره راني يعني نحي التعليقات بعد ما ان شاء الله ننهي المداخله نتاعي نعطيكم الفرصه وتكلموا بالصوت والصوره وماذا ذا الجل باش تقنعوني وتقنعوا الاخوه اللي راهم يتبعوا فينا اذا الاخوه الاخوات هذا الحراك هو لم ينطلق من ذاته يعني فيه تضحيات تضحيات نتاع شعب باكمله ما يجيش واحد ذركا في 2019 ويحاول هو انه يترأس هذا الحراك او يحب يدير روحو ناطق رسمي باسم هذا الحراك او يجيو مجموعه سواء في الداخل او في الخارج من خلال هذا الاعلام ويحاول هو انه يظلوا الراي العام وقال هذا هو الناطق باسم الحراك او كذا انا اللي لما راني نتكلم مانيش نقصد في حتى واحد راني نقصد في الناس هذول اللي راهم حابين هما يمشيو هذا الحراك وفق الاهداف تاعهم والاجندات نتاعهم راهم من الان من ساعه على ساعه تخرج لك صفحه قال راهم مجموعه هما الناطقين الرسميين باسم الحراك لذلك درك اذا مشينا بالمنطق ومشينا بالعقل من هو الشخص اللي هو نادى بهذا الحراك شكون هو وريولي لي شخص واحد قال ايها الشعب الجزائري غدوه راه كاينه مسيره وانا راني انا هو اللي راني نظمتها وهاي الاهداف نتاعها وراها تنطلق من المكان الفلاني الى المكان الفلاني مكانش ومن قال لكم ذلك هو انسان كذاب فيه بعض الصفحات أغلبها بأسماء مستعارة فيه أولا فيه بعض التسجيلات خرجوا في الليل قبل المسيرة هذه نتاع 22 فبريل بعض الشباب هكذا خرجوا يناديو يا بوتفليقة يا المروكي ما كانش العهدة خمسة وبدأوا ناس يتنقلوا في تلك التسجيلات ومشات هذه الرساله وصاروا ناس في من ولايه الى اخرى من ولايه الى اخرى ويردوا في نفس الشعار لانه فيه ناس باش منكونش نكونش مع روحي وباش الكلام تاعي يكون موضوعي ومنطقي فيه ناس هما كان الهدف نتاعهم هو ابعاد بوتفليقه من خلال حراك شعبي وانتهى الامر كانت هذه هي الخطة الأولى لمجموعة من الناس بما فيهم بعض رؤساء الأحزاب وبما فيهم المرشح هذا علي غديري كانوا يحوسوا على جلبش فقط هو أنه هذا بوتفليقة والجماعة نتاعو يدفعوا هذا المجموعة نتاع بوتفليقة على جلبش ما يشاركوش في الانتخابات هذه الرئاسية ويخليو لهم الفرصة اختار بين بن فليس والله علي غديري والله لويزا حنون والله هذاك عبد العزيز بالعيد والله هذا وش اسمه آه آه واحد آه من الجماعه كان مع حمص راه لي الاسم تاعو ما راه ما, ما معايا معذره ممكن بعد تفكروا المهم على بالي بي هذا واحد من الناس اللي هو في التسعينات هذا الان راهو موجود مرشح هذا في التسعينات ايها الشباب ربما انتم ما تعرفوش هذا في التسعينات لما هزوا هذوك البرلمانيين اللي فازوا بالاراده الشعبيه ودوهم العين مقل ودوهم الورقله ودوهم كذا دخلوهم الاحباس والمعتقلات هذا عينوه مثله مثل مثل سفيان جلالي مثل هذيك هذيك السول وناس اخرين راه من الاسماء نتاعهم راه مازالها موجوده مجموعه حمص ومجموعة من الناس الآخرين كانوا مع عينهم كانوا يمشيو مع النظام باش تكون الأمور في الصورة إذا كاين ناس اللي هما كانوا يحوسوا على جال باش آه يوقفوا هذه نتاع العهدة الخامسة على جال باش هما يوصلوا للسلطة فيما بعد آه المهم لما تحركت الناس دخلت فيها بعض الأحزاب ودخلوا بعض الحركات وبعض الجمعيات وبدا يعم الحراك لما بدا يعم الحراك ما اصبحش هذاك المطلب هو نتاع العهد الخامسه وانما تغيير النظام والان درك راهو هذا آه هذه القناعه راه الان بدات تتوسع ما بقاتش عند مجموعه من الناس اذا الناس اللي هما كانوا في البدايه كانوا يحوسوا على جلبش هما يمشيو الحراك وفق الاهداف نتاعهم بدات الان تخرج على السيطره نتاعهم ذر كاينين الناس اللي الان راهم هما حابين على جلب باش يترأسوا هذا الحراك باش يفاوضوا النظام فهمتوا على جال باش يفاوضوا النظام ويلقوا طريقه على جال باش هذا النظام هذا ربما يسمح لتداول على السلطه يعني بحل التوافق هكذا الى حد ما يحوسوا ما يترقصوا هذا الحراك درك حتى باش نكونوا منصفين ونكونوا موضوعيين نكونوا منصفين ونكونوا موضوعيين ذك هذا كاين من الاحزاب هذو ما يقدرش واحد درك يجي يقول لي بلي انا آه هذو الناس راهم ظهروا البارح او يجي واحد درك يقول لي انا مثلا شوشان <applause> او زيتوت او من الناس هذو اللي كانوا هما ينشطوا في الخارج يجي يقول لي باللي راهم هما حبوا يسرقوا حبوا يسرقوا الحراك الانسان اللي يقول هذا الكلام هذا انسان اما انه لا علاقه له بالسياسه او هو هو اللي حب يركب الموجه لانه هذه الاحزاب السياسيه اختلفنا ولا اتفقنا معهم هذو راهم كانوا موجودين الانسان هذا اللي راهو عنده عشرين سنه وعنده ثلاثين سنه من النضال وراه هو يسعى من اجل تغيير هذا النظام في 2019 انت تجي تقول له يا من اول مره اللي تشارك انت في, في مسيره والله في تجمع تروح انت دير سيلفي في تجمع ولا في مسيره وتجي تقول له انت باللي آه راك انت حبيت تسرق الحراك يا هل ترى هذا الكلام موضوعي يا هل ترى هذا الكلام منطقي يا هل ترى هذا الكلام عقلاني مش منطقي هذا الكلام هذا ما نتفقوش معهم في بعض المواقف حتى كاين فيه بعض المواقف مخزيه ولكن ما لازمش الانسان يبخص الناس الاشياء نتاعهم الناس راه عندها سنوات وهي تناضل من اجل تغيير هذا النظام يا يعني الناس تكوات الناس اتحرقت يا يعني الناس ماتت يا يعني الناس دخلت للسجون والمعتقلات وانت تجي في 2019 لقيتها خابزة حبيت انت عن طريق الحركة توصل للرئاسة والناس الاخرين راهم جو يسرقوا وجاو كذا والله غير ما شاء الله ما هو الفرق بينكم وبين هذ الناس اللي هما دخلوا في الربع ساعة الاخيرة هذو اللي دخلوا في الثورة واش هو الفرق بيناتكم ما كان حتى فرق ومن بعد زيدو جريونا حتى نموتو حنا وزيدو لعبو بولادنا وكذا ما من هذه كلام هذا غير منطقي وكلام موضوعي الجزائر للجميع كي الناس اللي كانوا يناضلوا كي الناس اللي الان راح مبداو يناضلوا الجزائر تاع الناس الكل الجزائر تاع الانسان اللي راهو يوزن 400 كيلو والله الانسان اللي راهو عنده طاي كان ما تجوش تعقدونا رانا كنا شباب مثلكم فهمتوا ورانا خرجنا للشوارع وحضرنا المسيرات والتجمعات قبلكم ما يجيش واحد في 2019 يحب زعما يعقدنا او يحب هو قال والله انتم انت منطقيا عقليا انت اللي التحقت بالحراك فهمت انت اللي التحقت بالحراك روحوا طالعوا التسجيلات نتاعنا لما كنا نتحدثوا على بوتفليقه لما كنتو تضربولو في الزرنة صار الان يجيك واحد للفيسبوك يقولك عمري لا سمعت بيك ايه وراه المشكل عمر عمرك لا سمعت بيا لانه ما عندكش ال الوذنين وما عندكش العينين روح جيب انت تسجيل واحد في الفيسبوك ولا في اليوتيوب يا انت اللي لحقت في 2019 وثبت لي باللي انت راك كنت معارض للنظام نوليو نهضروا هكذا إذن اللي خو الاخوات ما لازمش الناس تنطالع عليه الحيله او الناس يجيو يلعبوا لكم نتفق مع شوشان او نختلف معاه ولكن الانسان ما لازمش آه قال انت راك انت جيت البارح وين كنت انت في التسعينات يا صاحبي السيدة دخل السجن سيد دخل السجن لو كان جا هو وقال قال مثلا يفكر كيما راكم تفكروا نتوما اللي التحقتوا الان من الانتهازيين اللي راه من الان صاروا البارح في القنوات الفضائيه كانوا يخدروا في الشعب وكانوا يضلوا فيه ومن الاحزاب السياسيه اللي كانوا يخدروا في الشعب ويظلوا فيه دخلوا الان ومن بعد قالوا وجه ومن بعد زادوا عاودوا القصه هذيك نتاع مؤتمر الصمام نتاع الداخل والخارج والعسكري والسياسي ولينا نعاودو تسمى شغل نعاودو في نفس الاخطاء اللي وقعوا في الماضي لازم الناس تفكر سواء الناس اللي في الداخل او الناس اللي في الخارج مع الحذر لازم الناس تاخذ الحذر نتاعها معاكم نتفق معاكم إنسان هو انه ياخذ الحذر نتاعو لانه راه كاين فيه محاوله نتاع توجيه من خلال القنوات الفضائيه سواء في الداخل ولا في الخارج على جال باش هما يتم السطو على تضحية نتاع الشعب حوسوا على جل باش تروح واجهة تجي واجهة واحدة أخرى أو يروحوا مجموعة اللي راهم يشكلوا في هذا النظام وتجي مجموعة واحدة أخرى ويستمر النهب وتستمر الرشوة ويستمر الفساد ويستمر الحلب نتاع الجزائر إذا لازم الناس تاخذ الحذر نتاعها أنا معكم هو أن الإنسان ياخذ الحذر نتاعو سواء في الداخل ولا في الخارج كاينين الناس اللي راهم دركا في الخارج الدعم فيهم جهات <applause> قال فرنسا دعم جهه قال بريطانيا دعم جهه قال امريكا دعم جهه كندا دعم جهه وهكذا فهمتي يحبوا هما من خلال وسائل الاعلام هذيك راكم تشوفوا راك تشوف نعطيكم كم مثال هذا رشيد نكاز لو كان جا في دوله تاع قانون لو كان ما من الجزائر لو كان راهو في السجن لكن خلاه خرج وخرج ترونكيل هذاك المطار اللي كانوا مسكرين عليه خرج نورمال عادي ومن بعد يلتقيه نفس الصحفي اللي هو راح لجنيف باش تشوفوا باللي هذا السيد راه وراء ناس ودرك الان ما تستغربوش هو انه تلقاوه في جنيف راه يحوس على بوتفليقه ولا ما تستغربوهاش هذا الشخص راه مكلف بمهمه وراء ناس اللي راه مازال ما فقش الله يسهل عليه المهم هنا رانا نوضعوكم في الصوره والله يسهل على كل واحد المهم الاخوه والاخوات ما لازمش الناس تسطو على التضحيات نتاع الناس كاين الناس تسجنت كاين الناس اعتقلت كاين الناس تحرقت كاين الناس دمروا البيوت نتاعهم كاين الناس اللي هما ضاع المستقبل نتاعهم سواء من الناس اللي عندهم توجه اسلامي او من الناس اللي كانوا في الشرطه ولا في الدرك المهم الجزائر ضربتها ازمه واي انسان اللي راه عاش في الجزائر وعاش تلك الماساه راه على باله احنا ما نخوفو نخوفوا فيكم رانا فقط نحوسون نبهكم لا سيما لا سيما خاوتنا من الشباب اللي ما عندكمش تجربه المهم اذا هذا الاحزاب اذا كان هما راهم التحقوا بالحراك هذا اللي راه جاري هذو ما مش ناس جدد راهم قال هذا ونظهروا على الساحه هذو راهم يناضلوا كاين منهم اللي راه كان عندهم نواب في البرلمان كاين الناس اللي راهم عندهم ناس في البلديات بالتالي درك حنا الجزائر هذه تجمعنا نتفقوا معاهم او نختلفوا المهم درك الان ما دام راها الناس راه خرجت خليونا اولا نركزوا على هذا الحراك على جال باش يكون ماهوش نتاع جهه مجموعه من الناس او ناس يحبوهما يسطو على هذاك الحراك ويحوسوا هو انه يوجهوه للمحامين ولا الصحفيين ولا الاحزاب ولا الناس اللي في الداخل ولا الناس اللي في الخارج خليونا نتفقوا اولا بانه احنا نحوسوا على تغيير نتاع النظام وليس استبدال بوتفليقه بشخص واحد اخر هذه لازم تكون نقطه يتفقوا عليها الجميع درك الان نجي نقطة مهمه الان راه فيه الحديث حول الماده 102 من الدستور هذه الماده 102 من الدستور تقول لك باللي في حاله تاع العجز نتاع نتاع الرئيس يعني يكون في هذا المجلس الدستوري هذا يطلب من من البرلمان على جلبه هما يجتمعوا ومن بعد يعني هما العجز نتاعو يعني العجز نتاعو وفيما بعد آه يكون رئيس نتاع المجلس الأمة هو اللي يقود المرحلة بمعنى أنه يعطيه فرصة لهذا المجلس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على جل شو هما يناقشوا هذه القضية نتاع العجز من بعد لما يأكدوها آه يحكم هذا نتاع رئيس مجلس الأمة مدة نتاع خمسة وأربعين يوم اللي فيما بعد هو ي... <applause> معذرة يوجدوا الانتخابات الرئاسية منطقيا الإخوة خدموا بالعقول تاعكم أنا دائما لما نكون نتحدث مع الناس نقول لهم خدموا العقول تاعكم درك هذا الناس اللي راه يناديو بتطبيق نتاع المادة مية واثنين من الدستور أولا درك من جهة أنت راك تحوس على تغيير النظام كيفاش نتا راك تحوس على تغيير النظام وتختار ماده من الدستور اللي هي توافق الهدف نتاعك من جهه تمكش معترف بالنظام ماكش معترف بالنظام منطقيا ما تعترفش بالدستور كيفاش والله كيما يقولوا في البلاد الدبجين فهو مصور حلال المفترض هو انه ما تعترفش بالدستور اذا كان ترك ماكش معترف ما بالنظام والله فقط تحوس انت تستغل هذه الماده على باش توصل للرئاسه لانه بهذا المنطق هذا هو انه راه 45 يوم رايحين هما يديروا انتخابات رئاسيه فيما بعد شكون هو المستفيد من الانتخابات الرئاسيه هذا ذكر راهو المجلس الدستوري هو اللي داره ورئيس المجلس الشعبي الوطني راكم تسمعوا فيه بالوذنين نتاعكم والله ما عندكمش الوذنين وراكم تشوفوا فيه بعينيكم باللي راهو مع بوتفليقه مجلس الدستوري معاه ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاه والاغلبيه اللي راها موجوده في البرلمان معاه ومجلس الامه الاغلبيه اللي راها في تما معاه ورئيس المجلس الامه معاه وين راكم رايحين وين رايحين تعطيولهم فرصة الآن على جلبش باش هما يعودوا يجدوا الواجهة هذا في حالة ما فرثوا عليهم هذه المادة مية من الدستور لأنه هو ما يقبلوش هاد الجماعة اللي راهم درك هما معاه ما يقبلوش على جلب هما يهينوه ما يقبلوش ما يقبلوش باش يهينوه والناس هذو اللي راهم درك هما في السلطة هاد الجماعة أنت بوتفليقة سواء القيد صالح أو خاوتو أو بعض الأحزاب اللي راه معاه هذا أو يحيى أو اسمو اه هذا معاذ بوشارب وعمار غول وبن يونس وكذا راهم درك الآن بداو يروجوا والإعلام سواء العمومي التلفزة الرسمية أو الإعلام هذا المسمى الخاص النهار وتزير نيوز و وان وما عارف كذا وكذا وبور تي في وقنوات تقريبا كلها بدأوا الآن يروجون المسألة نتاع الندوة الوطنية وراهم يقولوا باللي في حالة ما راهم فوتوا هذه نتاع العهد الخامسة يوعدكم بوتفليقة باللي راهو في خلال مدة قصيرة راح تكون هناك ندوة وطنية مادام الهدف ما دام الهدف انا نتحدث بموضوعية ومنطق ما دام الهدف انتم راكم تحوسوا على جل باش تكون هناك ندوه وطنيه واش معناه واش معناه معناتها بلي هذا الناس راكم تحوسوا تلقاولو مخرج تلقاولو مخرج باش ما يخرجش بالكتبيات علاش ما فكرتوش في وقت سابق لماذا علاش ما فكرتوش في هذا اليوم لما كنا منذ سنوات ونحن ننادي ونقول يا ايها الناس يا ايها الاحرار يا ايها الشرفاء الجزائر راها مقبلة على ايام سارعوا سارعوا قبل ما ينفجر الشارع سارعوا يلا ارواح تلتقي الناس في مؤتمر في الداخل وفي الخارج وتروح الناس وحدة واحدة باش تبني الجزائر تاع الجميع كان منكم اللي يضحك صح والله لا لا تسجيلات راها مازالها موجوده والتعليقات اللي عندو النيف نتاع رجال ما يمسحش التعليق نتاعو يخلي عليه باش يبقى للتاريخ تعليقات راها مازالها موجوده لما كنتو تضحكوا ولما كنتو تتهموا فينا بتهمات مختلفه الان واش راكم تديروا احزاب وسلطة وهذه الناس اللي راهم خرجوا واش راكم مت... كلكم راكم تدوروا حول النقاط اللي كنا نتحدث فيها منذ سنوات ولكن ما عندكمش الشجاعة باش تقولوا باللي والله غير هذا هو الرأي السديد نمشيو فيه الآن الناس هذو اللي راهم إذا هما يحوسوا على جلبش هما ولاو الآن يحوسوا على فطرة فطرة على جلبش هما يلقاو مخرج أنا شخصيا أنا ليس لي مانع ولكن موشي بالعهد الخامسة العهد الخامسة هذه خلاص دونك إذا كان تحوسوا على مخرج راني تحدث على هذه القضيه نتاع الحساب السياسية وهذا الناس هذو اللي راهم يناديو بالهذه نتاع تطبيق الماده نتاع 102 راني قلت من انه هذا الماده 102 راها تخدم مجموعه اللي راهم يحوسوا يوصلوا للسلطه او الناس اللي يحوسو ما راهم يغيروا الواجهه ما تخدمش الشعب وما تخدمش هاد الناس اللي راهم يحوسوا على التغيير الحقيقي درك اذا هذا الناس اللي راهم يناديو بالتطبيق الماده نتاع 102 ايها الشباب الجزائري ما لازمش تنخدعوا بهم وهذا الناس اللي راهم يحوسوا درك هما على جال مخرج عن طريق العهده الخامسه هذه نفس الشيء ما لازمناش نقبلوا هذه القضيه نحوسوا على مؤتمر في الداخل وفي الخارج ولكن الان المخرج الان قبل ما تتفاقم الامور لانه الان فيه عده سيناريوهات هذه الدول فرنسا والمريكان والدول اللي راها درك خايفه على المصالح نتاعها وراها هي تحوس على جلبش تلقى ناس على شاكله المالكي وكارازاي وشخصيات اخرى هذه ما راهيش راح تسكت وما لازمش الواحد يركب الراس نتاعو يقول العياط في الشارع لك راه ما يدير والو يا جماعه الخير ورانا جربناه راه النهار اللي يلحق البلوط وراه يكثر الدخان ومن بعد النهار تسقط فيه ارواح وتسيل فيه دماء راه يولي الراجل فيكم ما يقدرش يفتح الطاقه رانا شفناكم ورانا نعرفكم رانا جربنا القاص جربناه في في الجزائر في التسعينات رانا نعرفكم النهار اللي تلحق للصح قسما بالله غير منكم الان اللي راهو يتعنتر وراه كذا قسما بالله العلي العظيم غير يولي التقى ما يقدرش يفتحها اذا لازمكم ديروا هذا بعين حسبان كاين فيه جهات راها تتربص ما رانيش نخوفوا فيكم كاين فيه جهات راها تتربص بالجزائر تتربص بالوحده نتاعها كاين ناس راهم منذ سنوات وهم ينادون بفصل منطقه من مناطق الجزائر وراه فيهم اللي نادى من اجل تشكيل جماعات مسلحه ما رأناش نخوفو فيكم رانا نحكي في الواقع كما هو دون تبلعيط ودون تضليل بل باستخدام العقل ماشي العاطفه مثل ما رأه الناس يجروا فيكم ويحرضوا فيكم وهز معاك الخل وهز معاك الساكودو وقدم القدام برك هو راهو داير فيها التاي والبيستاش قدامه وهو يدز فيك القدام رانا ننبه فيكم يا الاخوه إذن الإخوة الأخوات هذا الناس اللي راهم دروك ما على مخرج الان ما دام راه فيه حراك شعبي خلي اولا تكون فيه هيئه في الداخل وفي الخارج متشكله من الناس اللي هما عندهم سنوات يناغلو وناس يحوسوا فعلا على التغيير الحقيقي لانه هذوك الناس ما راهمش رايحين يشريوهم رانا شفنا ناس في وقت سابق شفناهم كيما كيفاش قسما بالله العلي العظيم البارح برك أنا نسمع في واحد في قناة فرنسية، بلاك راك الآن راك تتبع فيا، أقسم بالله العلي العظيم، غير كان في وقت سابق في الإدارة نتاع بوتفليقة، تسجيلات راها مازالها موجودة. تسجيلات مازالها موجوده وكان مرشح في فرنسا مرشح في فرنسا في البلديات في فرنسا والان راهو ضد العهده الخامسه والقنوات راه عندهم قنوات راه عندهم لانه الصوت نتاعنا ما يفوتش حنا راه عندنا فقط الفيسبوك واليوتيوب محاصرين لا من طرف الناس اللي راهم في الداخل والله من طرف الناس اللي الخطاب تاعنا ما يخدمهمش لذلك ايها الاخوه والاخوات لازمكم تاخذوا الحذر نتاعكم ليس كل ما يلمع ذهب وليس كل اخضر حشيش درك هذا الناس اذا قلت لكم لازم تتشكل هيئه من في الداخل وهيئه في الخارج ويكونوا ناس اللي معروفين يعني بالنضال تاعهم ويحوسوا على التغيير نعطيكم بعض الاسماء نعطيكم بعض الاسماء حتى باش ما يكونش الكلام تاعي العام كاين درك مثلا هذو راهم مجموعه نتاع رشاد والله كان مثلا يعينهما واحد واحد يتحدث باسمهم قال درك مثلا هذا شوشان والجماعه اللي راهم معاه يعينوا واحد منهم الناس اللي راهم يحوسوا على التغيير كاين الناس اللي راهم في الداخل كاين الناس اللي راهم معروفين قال مثلا بالنضال تاعهم مثل هذاك مثلا بوشاشي مثل, مثل كريم طابو أه وكاين اشخاص اخرين معروفين يعني يعني مالفين يناضلوا <applause> ما ناس جدد مالفين يناضلوا وناس يحوسوا على تغيير حقيقي ويكون هناك تنسيق بين هاد الناس اللي راهم درك هما في الداخل والناس اللي راهم في الخارج يكون فيه نقاش يكون فيه تواصل تكون فيه حوارات فيما بعد ان شاء الله لما فيما بعد هذا الناس اللي راهم درك موجودين على المستوى الوطني نفس الشيء قال مثلا في كل ولايه شكلوا مجموعه مشي من نفس الوسمو مشي من نفس التنظيم حتى باش فيما بعد ما يصيرش فيه ضغط او يصير فيه مثلا فيما بعد انقسام قال انا تعطي كذا وإلا ما عطيتنيش كذا انا نكسر وانا نحرم لا كونوا ناس يفضل هو أنو ما عندهم حتى انتماء سياسي ما منتمين لا للحزب ولا الحزب ما يكونش عندهم انتماء سياسي كذا ناس يحوسوا على التغيير الحقيقي لا سيما اشتراك هذا الشباب اللي راهو الان هو ما نظل في الاحزاب ولا ينتمي حتى الجهه لازم الناس يكون فيه اشراك من كل الولايات وتجتمع الناس مثل ما قلت لكم على جال باش الناس تروح المؤتمر مؤتمر في الداخل وفي الخارج فيما بعد تتشكل حكومه حكومه نتاع وحده وطنيه وتروح الناس وحده وحده يبقى الحراك الى غايه تغيير حقيقي يبقى الحراك اما هو انه تروح الناس لهذه الانتخابات اللي هما راهم حدوا لها الموعد نتاعها واعتقد الى ان يثبت العكس اعتقد هو انه الكلام نتاع القايد صالح راه واضح هو راه مع بوتفليقه لما هو يحدثكم على التسعينات ويحدثكم على الدماء وعلى كذا راه يقولكم بلي بطريقه اخرى باللي بوتفليقه اللي راهو جاب لكم السلم بوتفليقة هو اللي راهو جاب لكم الكذا وكاينه مواعيد واش معناتها معناتها بلي انتخابات راها يوم 18 افريل الان راكم تشوفوا في ذرك هذا علي غديري الان راهو بدا يتريش راح له حميده العياشي وهاو زاد راح له واش اسمه هذاك مقرن ايت العربي وهذه ليله واسم هذيك واش اسمها السول هذيك الان المهم هاد المجموعة اللي راهم درك هما قاعدو معروفين واش راح تنتظر من هذاك بالعيد هذاك عبد العزيز هذاك هذاك مجمع نتاع معروف وهذا هذا اللي كان في حمص هذا نفس الشيء نفس الشيء هذا راه واحد من الناس اللي جابوه في التسعينات لما جماعة دخلوهم من ودخلوهم المعتقلات حطوه في المجلس هذاك نتاع الانتقالي وكذا اذا ما تنتظروا منهم حتى شيء هذو اذا كان درك هذو خرجوا مثل ما راهم خرجوا ذكر بعض الصحفيين وبعض الدراوشة وبعض كذا مثل ما خرجوا لما تنحاو حسني مبارك راكم شفتوا عمرو اديب كيفاه ولا راجل وخلاص ولا و... و... كامل راهم ضد ضد حسني مبارك بعد ما كانوا يظلوا في الشعب وبعد ما كذا من بعد مباشرة لما وصل السيسي عاودوا رجعوا والان في الجزائر فهناك عدة سيناريوهات قادرين يديروكم سيسي سي بيز في الجزائر قادرين يديروكم بوتفليقة بيز في الجزائر قادرين يديروكم بوفياف بيز في الجزائر المهم راه هناك عدة احتمالات قادرين الناس يديرو انقلاب على القايد صالح الجزائر راه الان مرشحة لعدة سيناريوهات لذلك اذا راكم حبيتو على جلب باش يكون هناك تغيير حقيقي التغيير الحقيقي لابد هو ان يؤسس على اساس صحيح لانه في ظل هذا الحراك اللي راه الان موجود ما كانش ناس ممثلين كان بعض من الناس سمعتهم من بينهم زيطوط حتى باش ما نضرش ندور قوش دروات قال لكم باللي يو يخرجوا لو كان يخرجوا جماعه يهزوهم ويديوهم خليو, خليو الدعوه كيما راها هكذا برك سايبه تحرك برك دور 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 من بعد شكون هو اللي راه رايح فيما بعد يقطف هذيك الثمار شكون هو؟ هما الناس اللي راهم منظمين لذلك انا راني نقول لكم الان الان وليس غد فلتلتقي بعض الوجوه اللي راها معروفه بالمعارضه نتاعها للنظام ماشي العهده الخامسه المعارضه للنظام نحوسه على نظام جديد. نحوسوا على نمط نتاع تسيير جديد نحوسوا على تغيير حقيقي في الجزائر في كل الأصعدة ونحوسوا على الجزائر اللي هي تجمع الجميع كلنا كل انسان اللي راهو متحزب كل انسان اللي راهو ماهوش متحزب كل انسان اللي صغير كل انسان اللي كبير كل عالم كل جاهل كل اللي مريض كل اللي صحيح الجزائر تاع الناس كل اللي في الداخل او الناس اللي راهم في الخارج ولكن ما لازمش الناس تروح لانه راه درك فيه تكتلات راه تمشي فيه ناس راه حاله فيه حاله من الاستقطاب فيه تجاذبات راه الان فيه قنوات فضائيه وكلها عندها اجندات وحنا لازم يكون هناك وعي عند الشباب لا سيما خاصه من الناس اللي ما جربوش السياسه لازم يكون عندهم وعي اولا يا خويا قبل ما انت تروح تعلق على واحد روح ابحث على السيره نتاعو ابحث على التعليقات نتاعو ابحث على التوجه نتاعو مش يجيك بره، البارح واحد راهو دركا في قنوات فضائيه تسجيلات راه موجوده يا صاحبي ثم ثم يلا يركبوا الموجه ومن بعد غير لو كان قال مثلا يتبناو الحركه هذاك الشعبي يعني كيما يقولوا قلبوا يمشيو فقط من اجل عجل باش يظلوا الناس لذلك الاخوه والأخوات اكتفي بهذه الكلمه ونفتح لكم المجال ان شاء الله لجلبش ندرتشو م... مع بعضنا شويه واتمنى من كل الاخوه على باش يدليو بالاراء نتاعهم آه يعني بموضوعيه وبكلام منطقي بعيدا عن العاطفه وبعيدا عن الطبل عيط هذاك انا فتحت لكم المجال اطلب من كل الاخوه اللي يحبوا يشاركوا معنا مرحبا بكم اذا كان فيه اخوه يحبوا يشاركوا من خلال هذه الدردشه مرحبا بكم راني فتحت لكم المجال تاع تعل... ترى هذا الاخ عبد القادر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك الاخ عبد القادر من راك تكلم فينا نكلم فيك من مارسيليا انا مرحبا بك الاخ عبد القادر الله يسلمك سمعت المداخله تاعك اليوم وسمعت المداخله نتاعك عندها عندها وحدة ثلاث ايام ولا اربع ايام وعيطت لي وكنت ديجا انفيتيتني ولا كونيكسيون كانت عندي شويه ناقصه نجيك آه، من باه نهضروا بتسلسل الاحداث تسلسل الاحداث لا. كيفاش كيفاش مشات الاحداث لاني انا كنت نتبع في الـ في الـ في, الحراك وتبعته وراه عندي صفحه الصفحه نتاعي في الفيسبوك اذا تقدر تتصفحها وتشوف المنشورات اللي كنت نهضر عليها واللي المنشورات اللي كنت بيبلي فيها اللي اللي النهار الاول لهذه الدوله والله هذه الحكومه وش كانت حابه تدير كنت حابة تفوت العهدة الخامسة تاع بوتفليقة ومن ثم يعدل الدستور إنشاء منصب نائب رئيس ومن بعد يخرجوا قانون ولا يخرجوا قرار ويقولوا باللي بوتفليقة ما هوش قادر يكمل الموندان تاعو وشكون اللي يكمل الموندان يكملها نائب الرئيس وتمشي الخمس سنين ويعاودوا يفوتوا على نائب الرئيس ويعاودوا يفوتوا على نائب الرئيس لحتى ربي يرفد الأرض ولا ربي يديرنا في واحد السداد هذا هو <applause> السيستم تاعهم اللي كان ماشي الان راه ينادوا على ينادوا موش بوتفليقه اللي نادي لاننا كاع على بالنا بوتفليقه راه مور فيفون ربي شافيه لا شماته في المرض ربي شافيه راه ان مور فيفون الراجل راه بالنا نازو غاستريت راه ياكل راه مدايرين هذه حاجه الحراك كيفاش مشى الحراك مشى نهار اللي كيما كنت تقول انت يا بوتفليقه يا المروكي ما كانش العهده الخامسه خرجت من الملاعب خرجت من الصلاه وبعد مشات في الشارع ومن بعد دولتها كاع جعل... كاع صفحه فيسبوك دولتها في الولايات مشات 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 بل. لكون ان الدوله فاقده الهيبه نتاعها وهذه العصابه هشه ما قدروش يحتوا الامر فلت من ايديهم واللي زاد عاون الحراك هذا كان بعض النواب اللي دخلوا بتدخلات في الم في الـ في, الـ في المجلس المجلس تاع النواب مجلس الوطني الشعبي دخلوا وكانوا عندهم نوداس عندهم عندهم جراه بهدر مع أو يحيى بكل حريه وحطوه في بلاصته تقدر تمشي الحكايه كيما هكا هذه حاجه الاحزاب اليوم راها كاين احزاب وجمعيات وشخصيات راه كاينه جمعيات حابه تتبنى واحزاب وح... وحابه تتبنى بالامس القريب هذه الاحزاب بحد ذاتها كانت تتغنى بمشروع فخامه رئيس الجمهوريه بالامس القريب كانت هذا الناس يقولوا فخامه رئيس الجمهوريه الحنكه تاع فخامه رئيس الجمهوريه قا... تاع فخامه رئيس الجمهوريه واليوم كي راحوا شافوا ش... اليوم راه الشعب راه في التجمعات كاين وين يلحق حتى في التجمع تاع اللي راك آه معايا راهو كاين راهو كاين تقطع مره على مره في الصوت نتاعك المخرج اللي راك تدور عليه كون. انت وشن تقول نعم 102 من الدستور أرا... رأ... ناقصه عندي شويه راك تقول بلي كينا انا الشعب راه يطالب تطبيق الماده رقم 102 الشعب عمره شعب. ما طالب هذا شعب. الماده وعمره ما, ما فقه في, في الدستور وعمره ما, ما يعرف الدستور الشعب الشعب لا 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 عفويه وتلقائيه ما قلتلكش الشعب وكاينه ما قلتلكش الشعب لا اسمح لي نكمل اسمح لي مداخل هما يطالبوا باستخدام الماده 102 الشعب الشعب راه الشعب راه يسير فيه ربي سبحانه راه يمشي وراه يسير فيه ربي سبحانه جات هذا الحراك تحصيل حاصل لمدة عشرين سنة من الفساد هذا تحصيل حاصل مشات هذا الليل. عشرين عام والناس هي تعاني عشرين عام وهي الناس تشوف الفساد عشرين عام الناس تشوف كينا ناس من العدم خرجوا احنا ما كان الأخ واش دوك حنا ما نبقاوش نحلوا في هذا الأمر هذا صايي خلاص راهو تحصيل حاصل الآن نحوسوا على جل باش اولا يؤطر هذا الحراك في الاتجاه يؤطر هذا الحراك اسمح لي يؤطر الحراك انا نخزر في, الح... في الحراك هذا يؤطر كاين عقلاء وكاين حكماء في البلاد ربي يخلق وفرق لا. هذا الح... هذا العقلاء هم اللي لا. يهضروا باسم هذا الحراك هذا هو كاين ناس عقلاء وحكماء اللي <applause> ناس العقلاء والحكماء هو هو ضرب الشعب الشعب راه يمشي ويطالب باسقاط النظام في غياب خط اسمح لي اسمح لي نقول لك شوف نقول لك شوف نقول لك هذا الامر مش حتى يوقع باش من بعد نهضروا عليه خطر للاسف الشديد كثير من الناس يمشيوا هكذا يمشي, وهكذا. يمشي في النهار هذاك برك اللي راهو فيه ولكن ما عندوش نظره مستقبليه احنا ضد هذا هذا الشيء او يمشي على يمشي كاين ناس يمشي كنا نحذر منه منذ سنوات لانه الان الحمد لله لحد الان مازال ما, ما صراش فيه ديراباج لكن غدوة لو كان يصرى ديراباج وراه واحد الحمد لله لا لا, لا. الح... إحنا الان نحوسوا على جهه الاراك يبقى يمشي في الاتجاه السلمي لما يكون تكون فيه هيئه من العقلاء في الداخل وفي الخارج فهمت ويكون هناك تنسيق اولا توحد الشعارات توحد المطالب توحد الاهداف فيما بعد اذا كان قدروا قدرهما مثلا قال مثلا يقدرهما يهزوا واحد ولا زوج ولا ما يقدروش يهزوا شعب كامل يكون فيه بدائل اللي... بدائل مختلفه فيما بعد البدائل انا نخزق تقدر انت درك مثلا درك هذ الناس اللي راهم في السلطه قال مثلا درك لو كان تكون مثلا هيئه في الداخل وفي الخارج يكون هناك تنسيق قال مثلا هذا آه هذا هذ الناس اللي راهم دوك مثلا في الداخل وفي الخارج يلتقيو يحدوا مجموعه من المطالب ومن الاهداف وقال مثلا باسم الحراك هذا في يوم من الايام انه يروحوا يقابلوا قابلوا رئيس الحكومه يقابلوا مجموعه في الرئاسه يقابلوا وزير دفاع قابلوه يتكلموا معاه لكن الان واحد ما كانش ما كانش ناس اللي راهم يتحركوا اخرج انت يقعد في الشارع على روحك اخرج انت بالجمعه وزيد خرج بالسبت وخرج بالحد وخرج بالاربعاء وخرج بالخميس ومن بعد من بعد وخرج نتاع عيط لا البوتفليقة ولا الجماعة نتاعو وقعد نتاع عيط هما راهم درك هما راهم في السلطة حاكمين المفاصل نتاع الدولة وكاين الناس اللي راهم هما يحوسوا يوصلوا للسلطة راهم يعرفوا هذا النظام يعرفوا يعرفوا راهم اللي كونت نتاعهم اللي راهم دايرينهم برا يعرفوهم وين راهم يداويو يعرفوا الأمراض نتاعهم يعرفوا كل شيء وبالتالي احنا ما لاش نحوسوا نخسروا الجزائر هذا الناس يروحوا للجحيم ولكن في نفس الوقت لازم الناس يكونوا في المستوى يكون عندهم وعي سياسي ويكونوا على درايه بوش راهو يجري من مخططات اللي راها تستهدف تقسيم البلاد من مخططات اللي راها تستهدف السرقه نتاع التضحيات وتحريف الحراك م -م. المسار تاعو الحقيقي كملت نعم تفضل سي سمعتك انا ايوة تفضل انا نظن نظن كاين 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 رجاله في البلاد وكاين ناس حكماء وعقلاء في البلاد تتعرفهم احنا نعرفوهم ونسمعوا بهم وكاين كاين كاين شخصيات بارزه كاين شخصيات اعتزلت السياسه من اجل الفساد لانه كاين فساد اعتزلت السياسه هذا أوه. الناس هي اللي توكل لها مهمه قي... مهمه قياده الشعب الشعب اليوم راه يمشي وحده على بالنا بلي الشعب يمشي وحده ما كانش اللي قال للشعب يخرج الشعب خرج وحده الشعب راه يمشي والشعب راه يناضل والشعب أوه. هو اللي راه محتضن هذا الحراك بصح كاينه ناس كاينه ناس من طينه بن بيتور كاينه ناس من طينه زروان ناس عقلاء ناس حكماء كانوا قادرين يتبناوا هذا هذا المشروع ويمشوا فيه ويجوا يدوا الجزائر البلاد الامان الحمد لله وكينا الرجاله في البلاد مش بشرط فلان ولا فلان كاين هذا واش نقدر و... شكرا للاخ عبد القادر والاخوان الاخرين شوفوا ترى الاخ علي هذا شوفوا هذا الاخ علي موسى احنا نحكيو على وسمو نحكيو على مخرج نتاع البلاد مرحبا بك الاخ علي السلام عليكم لاباس السلام ال... الله. مرحبا بك الله يبارك فيك منارك ميلا وليت ميلا في الشرق مرحبا بك الاخ خير آه انا بالنسبه برك مية 102 هذه عندي تعقيب عليها لا. سمعت البارح اساتذه والاخر يقولوا باللي فات وقتها بعد دفع الملفات للمجلس الدستوري في 3 مارس باللي الماده هذه خلاص خرجت من الحساب راك ما بيش لا عندك المعلومه هذه ولا ما عندكش كيفاش ثم بعد دفع الملفات المترشحين للمجلس الدستوري ايوا واش معنى الرئيس اصبح واش معنى مترشح ما يقدرش يطب... ما يقدرش يطبقوها ايوا واش معناتها معناتها باللي درك هاد الناس اللي راهم دوكا رايحين للانتخابات الرئاسيه رايحين يفرضوا امر واقع علينا اه انا ثاني في يعني في الراي تاعي باللي هما يحوسوا على مخرج نقولوا مشرف للرئيس مثلا هو مجاهد كذا 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 التاريخ تاعو وزير مع بو مدينه حبوا تما هذه الطريقه اللي داروا هذاك تاع عهده انتقاليه السنة سنه ولا حبوا شغل يحوسوا على مخرج كما نقولوا مشرف امام الشعب مثلا باش يخرجوه شوف نقول باش يخرجوه مخرج اسمح لي اسمح لي ومن بعد نعطيك الكلمه شوف درك لو كان راهو مثلا يمشي ويتكلم فهمت راهو يمشي ويتكلم قال سيدي راهو درك هو وعد الشعب الجزائري بعد قال مثلا ست شهور راهم رايحين يديرونه يا هو ما كانش راه الناس اللي راهم يحكموا باسمو هذه اللي لازم الناس تفهمها هو راه ما كانش راه ما كانوا حاكمين طيله هذه المده تاع العهده الرابعه ونفس هذا الناس هما دوك الان كيحصلوا يحوسوا له على مخرج يقولوا حاو... 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 يا خويا العهدة هذه تروح للجحيم فهمتني تحوس انت تلقى تلقى طريقه نتاع مخرج يا سيدي تؤجل الانتخابات تؤجل الانتخابات وهذه المجموعه بالذات اللي راهم دركهم حاكمين باسم الرئيس هذو يا سيدي راه تقولنا احنا تشكل هيئه في الداخل وفي الخارج ماشي من النظام يا سيدي فليكن باشراك مجموعه من النظام ها آه يا سيدي فليكن باشراك مجموعه من نعم. النظام انا لا اؤمن بالاقصاء فليكن حتى باش الناس تفهم بلي رانا نخمو المصلحه نتاع البلاد ما حوسوا على السلطه ولا نحوسوا على المنصب ولا رانا نسعاو على جل باش نغازلوا في فلان ولا في فلتان نعم. مرة انت تتحدث ويجي واحد يحكيك على واحد على جل باش يولي هو رئيس امشي تحمل على رأيك، على البلاد وهو يحوس لي على شخص بارك أوكي. الله فيك فليكن فليكن يا سيدي ذرك هذه الجماعة قال مثلا هيئة من الداخل وهيئة من الخارج ناس قال مثلا راهم كانوا معارضين في الخارج ما يكونوش من نفس التوجه جيب لي ذرك مثلا قال أنا هيئة فيها عشرة من رشيد مثلا نعم. واحد قال مثلا مع باليش أنا منين لا قال هاو ممثل واحد مثلا مجموعة رشاد واحد هاو ممثل قال مثلا من الضباط هذا الضباط الاحرار اللي راهم نعم كانوا في الخارج. قال هاو واحد مثلا معلباش من اللاجئين، واحد من الناس اللي قال مثلا من المثقفين، واحد قال مثلا معلباش من الاطارات ولا من الكفاءات الوطنيه، شي هيئه تاع 10 تاع 12، هيئه تاع 10 تاع 12 في الجزائر، قال مثلا من الناس اللي كانوا معروفين بالنضال تاعهم ويسعوا من اجل التغيير، تشكل هذه تسهر من اجل قال مثلا مؤتمر في الداخل وفي الخارج ويخرجوا تحذر حكومه نتاع وحده وطنيه من خلال هذا النقاش هذا وتمشي الناس الانتخابات قال يكون مؤتمر مثلا في جوي فهمت احنا الان رانا في مارس افريل ماي جوي اربع شهور مؤتمر اللي قال لي مده يومين ولا ثلاث في ايام والانتخابات تكون مثلا في نوفمبر خلي يموت سيدي خلي يموت خلي سيدي يديروا له جنازه وخلي يروح ولكن قال هو المؤتمر في جويي وقال هاي الانتخابات في نوفمبر وفيما بعد هذ الناس اللي راهم في السلطه او الناس هذو اللي راهم في الحكومه ما يترشح منهم حتى واحد فهمت باش يكون هناك تغيير حقيقي باش ميس... بش... ما يكونش استنساخ جديد للنظام ايوا تمشي الناس خارج. وحده وحده تتناقش الناس حول خطوط عريضه قال مثلا الوحده الوطنيه خط احمر قال التدخل من الخارج خط احمر قال تلاعب قال مثلا بال آه يعني هكذا الامور هكذا قال الهويه دين اللغه ايوه الدين اللغة. اللغة. آه اللغه التاريخ كذا قال خط احمر مجموعه تاع خمسه ست نقاط قال نحلوا المشاكل تاعنا بالحوار قال كذا قال كذا ومن بعد تناقش الناس في وسمو تكون هناك شروط وضمانات يكون فيه ميثاق قال احنا اللي رانا التقينا في النهار الفلاني ها هو كيفاه هو وكيفاه وتروح الناس وحده وحده تفضل الاخ الكريم آه عن ثاني نقطة في مثلا هذا مثلا من التعديلات اللي لازم تكون قبل الانتخابات مثلا ما نحكيش انا انتخابات رئاسية معليش انتخابات برلمانية ولا لازم يتعدل هذا قانون الانتخابات دوك الانتخاب على القائمة هذا ماهوش انتخاب انت مثلا افلام بالشرعيه الثوريه ولا بالمال ولا بالاخر هذيك يد... جوليا لها بق... فيما بعد ينتخبوك لها فيما بعد الانتخابات الشرعيه تجي لها فيما بعد لما ي... يتحضر دستور واحد اخر يحصل فيه نقاش ومن بعد تجي تاخذ الناس على القائمه الاسميه ولا على الاسم مش مشكله هذيك من بعد التفاصيل هذيك احنا أل... الان ألت... أتر... على, على, جل باش تكون هناك رئاسه يا يعني اما هو ان الناس تتفق قال خلي عليه يموت راهو مريع مريح ثم المهم إحنا نروح نديرو مؤتمر ونديرو قال تحضير الانتخابات الرئاسية وإلا قال يتفقوا هذا الناس قال تشكل هيئة من ناس محنكين ناس قال مثلا عندهم باع في السياسة وعندهم يعني نعم. تاريخ وناس مناضلين ويعرفوا تسيير الدولة على شكلة قال مثلا على الدولة سيدين ديروا ستة من الناس هاي ديروا سته من الناس قال مثلا كيما المجموعه نتاع السته لبناء دوله جزائريه نعم. جديده، مجموعه سته نعم. مثلا واحد من الشرق، واحد من الغرب، واحد من الوسط، واحد من الشمال، واحد من الجنوب ويكونوا ناس كيما نقولوا في المستوى وهما فيما بعد بالتنسيق مع هذه الهيئه اللي قلت لك انا في الداخل والخارج يهيئوا هما الارضيه للمؤتمر هذا في الداخل وفي الخارج يكون مؤتمر في الخارج. انا من المقتنعين بهذه القضيه مؤتمر في الخارج لانه نعم نعم. الناس اللي راهم في الخارج الان راها تقريبا اكثر من, من 6 ملايين ولا ولا 7 ملايين راها برا في الخارج نعم نعم في الخارج على يجيبوا هذوك الكفاءات اللي راهم موجودين وتمشي الناس وحده وحده صح في النقطة تاع تأثير الحراك الناس ماني في الداخل هنايا ونمشي في المسيرات في الولايات تاعنا مثلا تلقى شبابها شباب هما اللي يقودوا المسيرات هذو كما احنا مثلا في الولايات هنا يعني كاين شاب هكذا معروف المدون نعم. ون مثلا مدون مثلا تلقاه مدون صفحه ما تلقاش متحزب ولا انسان هكذا يا مثقف الاخر يقدروا هذوك في كل ولايات نقولوا مثلا في ولاية الشرق يجتمعوا من هذوك الشباب اللي راهم ياثروا في الحراك في الولايات نعم مثلا في نعم. الشرق 20 واحد فهمت 20 واحد هذوك يشاركوا فيما بعد غدوهما في المؤتمر من كل ولايه يتكلم قال مثلا 20 ولا خمسه من كل ولايه 20 قال في على حسب الدوائر قال مثلا دائره ولايه فيها نقولوا مثلا 20 دائره يديروا فيها من كل دائره واحد مثلا ولايه فيها قال مثلا 30 دائره قال 30 مندوب من كل دائره قال مثلا واحد وتنق... ويحضروا كامل هذا الناس اللي راهم في الحراك يحضروا من ولايات مختلفة في هذا المؤتمر في الداخل وفي الخارج حتى الناس اللي راهم في الخارج نفس الشيء قال مثلاً من فرنسا مجموعة نعم. فرنسا مجموعة من ألمانيا مجموعة من بلجيكا مجموعة من كندا مجموعة من أمريكان مجموعة من بريطانيا مجموعة من كذا تلتقي الناس قال مثلاً في مؤتمر قال مثلاً في في الخارج ويكون هناك تنسيق أوه. من أجل الذهاب إلى جمهورية جزائرية جديدة. وانا عندي واحد زوج نقاط برك حبيت ننبه الشباب تاعنا عليهم ما حنا درك المعركه هذه كما نقولوا معركه وعي اول حاجه هاد انا نشوفوا في واحد الوجوه كما هذه حركه مواطنه هذا مقارنه ايت العربي زبيدا السول كذا كذا راهم حابين يركبوا هذا الحراك هما الناس هذو بين توجهات تاعهم وبين وين كانوا ومنين مدعمين درك وين رايحين الهدف تاعهم بينين كما نقولوا حنا واجهه خلفيه للنظام مثلا ديارات نبه شباب من من الناس هادو وثاني اذا سمحت لي نحكي على النقطه تاع رشيد نقاز هذه خاطر الشباب تاعنا ما يتبعوا فيه وانا نشوف انا باللي الشباب يتروح وراء هكذا والاخر اخر جا جا لهنايا وانا هذاك انا ما رحت بصح عمي عمي انا كي عندي عمي استاذ لغه فرنسيه راح موراه وتناقشنا انا وياه ولا واحد النقاش كبير قلت له امين استاذ تراه تبع مورا هذاك قال لي علاه قلت له انا ذاك قلت قلت له ذاك نعطيك مثلا نقاط انا نعاود نرجع لهذه الاسبوع الاخر هذا استاذ مم. في المسيره تاع واحد مارس لا كنت تتبع من الخارج نعم احنا احنا كنا كناشطين في الفيسبوك هنا في الجزائر كنا نناديو الشباب يدخلوا الخمسة خاطر بدات هذيك اشتباكات سان جورج وشويه في ساحه اول مايو والاخر كنا ناديو في الشباب يدخلوا هذاك المنسق تاعو لطفي الدرادي هذاك على السته تاع العشيه اسم مورانا مدينه احنا بساعه يدير فيه لايف في, الفيسبوك ويقول لهم راشد راهو محاصر راهم حقروا لي جوندار ما خلاوش يخرج الشرطه الاخر ارواحوا تحروه ارواحوا يا شباب هبطوا انا في ساحة الأمير عبد القادر واش تحوس انت تحوس ما يجيو الشباب يضربوا مع لابوليس تنوضها انت يا فوضى كبيره وتركب وثاني نقطة نهار الدفاع في المجلس الدستوري باش الشباب تاعنا تاعنا هذو الشباب تاعنا يتوعاو ويفهموا هاد الأمور البسيطة يقراوها بعقولهم آه في المجلس الدستوري هو دخل دفع شوف دفع الملف وخرج على الباب الخلفي مزية كانت آه في صحفية تاع قناة البلاد صورته بلا ما يفيق خرج على الباب الخلفي ومن بعد نفس الشخص هذا لطفي الدراجي يزيد يدير لايف وشغل في لوتوريو يمشي في ويقول لهم راني نلاحق في سيارات تاع الشرطة بزي مدني 70 واحد خطفوا رشيد نقاز وجابوا واحد حطه في بلاصتو في المجلس الدستوري. احنا النظام هذا ما مهما يكون الفساد تاعو ما يقدرش يدير هذه الحوايج تاع العصابات تاع كولومبيا مش ولا ما يقدرش يديرها. رانا تكلمنا عليها النظام يحتاج هو راهو شوف عنده المواد تاع الدستور يمنعوا ما كان ما كانوش واش محتاج الفيلم. هو اللي راهو يدير في الاشياء هذه كل مره يدير حاجه صحيح خادم شياطين كل مره يدير حاجه من اجل على جلب باش ينوض الناس فهمت وقطعت ك... قطعت كلامي قبيل واحد الشاب يقول لي او قال لنا نطلع رئيس، رأ... هو ما عندوش كارت تاع الفوت كامل هذا الشاب صغير يقول لي آه. وقال لنا نطلع رئيس نطلع رئيس يحكم وليد عمي ميكانيسي هذا والله مع احترامي للمهنه تاعه يحكي من نهار ونعدل الدستور قلت له انت على بالك الدستور هذا باش تعدلو لازم له لجنه لازم له دراسه لازم له وقت في الشهور مثلاً. تاني على الاقل ثلاث شهور مثلا قلت له ثاني على بالك باللي في الدستور الجزائري الرجل الثاني في الدوله هو رئيس مجلس الامه ماهوش نائب الرئيس حتى ولو درت نائب الرئيس ما يحكمش شكون يروح الرئيس رئيس مجلس الامه رئيس مجلس الامه هو الرجل الثاني في الدوله ومن بعد يجي رئيس البرلمان <applause> الغرفه سماتها المجلس الشعب الوطني هو الرجل الثاني في الدوله انا هو مقبل نائب الرئيس انا هو والله العظيم شوف اقسم بالله لا يعني لي شيئا يعني. انا اللي دائما الشيء اللي راه يخليني باش نتكلم هو الشباب كيف هذا شوف خدم خد خد بارك الله فيك خدم خد عقلك هذا الانسان اللي يقول لك انا نوصل الغدوه نعدل الدستور هذا انت تنتظر منه على جل باش باش يخدم البلاد هذا كي شغل هو البلاد هذه ما كان حتى ما مكان للشعب يلحق هو اليوم غدوة يعدل الدستور ومن بعد هذا واسمه بن عمو دايروا واسمه شغل ماريونات حطوا ومن بعد ينحي الماريونات هذاك ويولي يحكم هو بارك الله فيك ولا تاني ديما في قلب آه فرضا من... فرضا ظ... برك نوليو نمشيو اسيدي بالتبهليل تاعو فرضا باللي درك هذا ولد عمك هذا راهو انتخبوا الشعب وراهو درك هو الحق للسلطه ومن بعد انت جيت تهضر در... عجبو الكرسي ما يخرج جيت تهضر معاه يبعث لك جماعه يقول لهم هزوا جدو هذا لوحوه في الحبس هي <applause> هاي من بعد كيف هاي قال <applause> <على> هذا <سبيدها تصفيق> كيفاش كان. انا حب باش يسمو انا وليت رئيس زوكا يجي انا نقبلو أيها هزوا جدو روحوا شنقوه ونحولو الامعاء تاعو وكين... في الشجره كاين كاين حاجه <applause> استاذ الله حنا لازم نخمو ذاك بل... نخمو نخمو الماء الناس على بالك الناس الرئيس العربي في نقولوا في 80 سنه 50 سنه هذه اللي فاتت دخل الانتخابات وخسر ما كانش احنا على نقولوا ما تشاركوش في هذه المهزله تاع الفوط هذه ما تشاركوش خليو المهزله هذه رايحين ليها وهذو الارانب كيما قلت انت بالعيد وفلان والاخر ما يعطيو غير في الشرعيه للنظام هذا هم يغطيو فيه هو اللي راه يعطيهم استمارات كيما فوزي فوزي ربعين قاعد في بيرو يلمس يجي يجمع 60 الف استماره الناس تمشي الليل إيه مع النهار ما موثقين. عندهم موثقين ومحضرين على بالك إيه باللي محضرين هذو فهمت عندهم موثقين ومحضرين إيه هذو إيه عندهم ثما ثم يروحوا لثما وبدأ... يشريوا يشريوا توقيعات والله ذيك من البلديه والله هذيك يروح لثما يزيهم وتربح المهم شكرا للاخ الكريم المره الكريمه ربي يبارك فيك شكرا للأخالي شوفوا ترى كاش واحد من الإخوة هذا شوفوا ترى هذا توفيق أصبر الأخ في لالي نفوتكم بالواحد المهم حاولوا انو أن مرحبا بك الأخ توفيق وعليكم السلام عليكم لاباس الله يبارك فيك الأخ توفيق من راك تكلم فينا الحمد لله من برج الغدير <تصفيق> آه. مكيش <applause> منها <تصفيق> <تصفيق> أنا 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 قريب عليك برك شوية 14 كيلومتر كاش منها الزرايف <applause> سرايش وكذا يا دنيا معضادي معضادي ونهار معضادي ايه ما شاء الله اخويا مرحبا بك الله الله يسلمك الله يسلمك أه بصح انا راني في فرنسا ما رانيش في معليش واش من جهه في, في باريس اه معليش ان شاء الله كش من نهار ان شاء الله تجي فرصه ان شاء الله مرحبا بك خويا حكينا حكينا, حكينا خطراك نهار كانت اي ما يعرفوكش على بالك لي جان تاع دركا هادو ما جاب ربي الذباب الالكتروني بدايه ما يعرفوكش ما يعرفوكش ما باسكو علاش اه الله غالب هذا الواقع اللي رانا عايشين فيه الهويه تاع الجزائري بدات بدات شويه تتنحى هذيك تاع اللغه العربيه وشويه في الدين وكذاك شغل بداو يهربوهم الناس منها دونك <applause> سي نورمال ما ولاتش على مود فهمت الناس ما ولاتش هاك تشوف دوك نهضر لك على بالك مقبل وانا نستنى والله غير حبيت نرقد بصح شحال من خطره نحب نهضر معاك باسكو هضرنا ديجا نهار كانت عندك المصالحه الوطنيه نهار كنت في سكايب تجيب الغاشي في سكايب متقفين يهضروا يعطيوا رايهم فهمت نهار اللي كانت عندك لا راديو كدايا دوك ما يعرفوكش هادو على بالي ما يعرفوكش فهمت اه المهم شوف فيما يخص انا السيناريو انا واش راح نحكي خويا نور الدين خليني نفرق قلبي ما فيش مشكلة كيبان لهنا الباري اي فيديو لا فيديو اللي دارها عند الحفاف اها اللي دارها عند الحفاف في, يعني في برباز والله آه في... 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 ما شفت بارطاجيتها انت بارطاجيتها اه هذيك لا فيديو على ما شفتش انا لي فيديو كامل قلت... ساعه ساعه هايوة. اه قلت قلت له شوف قلت له استاذ حان الوقت حان الوقت ان هذا الكاز هذا تعطينا خلاص ما نبقاوش نشدوا العصا من الوسط يعني تما قلت له دركا نكاز هذا لازم تاخذ موقف فيه وتقولوا للجزائريين خلاص كفانا استغباء قلت له انا ما رانيش دوكا لازم تهضر هضره تاع صح اللي يا اخي تما باش هضر على نكاز بلي قال راه خدع الجزائريين انا اللي قلت له واش كاين واش ما المهم هذا رشيد نكاز اي كان واحد الفيديو يدور في يوتيوب حكمته في شونز اليزي شوف عباك قاعد نشوف ليه لايف تاعو نشوف, نشوف 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 خطر طلع عليه الدمار على انا مانيش بعيد على الشونز طلع لي الدمار والله العظيم لبست الفيستا تاعي هاي الدورة تحب نبعث لك الفيديو بصح ما حبيتش ندير الاشهار روحي فهمت ما يهمنيش الشخص تهمني الفكره حبطت ليه عطيت له واحد ثلاثه ولا اربعه اسئله من هذيك الضربه من هذيك الضربه تاعي ورواح طاح راب ومن بعد الغاشي كاع جا وقالوا له هذاك الشاب توفيق هذاك الانسان توفيق هذاك ماشي حق عليك عطاك اسئله ممكن ممكن راني بالك ممكن بالك لا راني شفتك ولا سمعتك وبس حما تلموا بزاف احداث آه وهذيك آه 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 على بالك واش قال لي نور الدين؟ آه قال لي كي ما يجاوبني قال لي ور... آه وري لي لا انت جزائري ولا لا لا في اللايف كي كيفاش؟ قلت له راه ما كوارتك ايوه قال لي وري لي كوارتك قلت له نوري لك كوارتي قال لي ايه قال لي علاش راك خايف؟ قلت له ماشي راني خايف مانيش حاب. قلت له كاين فرق ما بين واحد خايف وواحد حايب. اسمعك قلت له وش قلت له, قلت له, قلت له واش؟ <applause> صار بت في الجزائر، قلت له بت فيها ليلى صار بديت ديجا دي دي <applause> يا ودي اسكت برك المشكلة المشكلة أنا أصلي بابا مسيلي بابا آه. من معاضد من بشارة قلعة آه ما شاء الله سوى سوى ما, سوى ما سوى لا تعرف ما اسمه هذاك وكاين واحد من الأخوة ثاني من المسيلة أو ساعة ساعة ثانية. آه. كان احنا ساعة أنا ساعة معروفين على كل حال فيه. لا لا آه كان واحد على ال... واحد الاخ من عنوية. المسيلة هكذا واحد جون ثاني له طالب في في باريس وساعة ساعة هني يتقابض وياه واحد هكذا آه آه. من المسيلة يا اخي حكينا انا وياك وقلت لي انا على بالي برج الغدير انت اللي وريت لي الطريق قلت لي بيناتنا غير 14 كيلومتر وريت لي الطريق على الصرايش من جهه الجبال هكذا يا اخي نطلعوا للقلعه ونحكموا الجبال تاع الصرايش هذوك نمشوا و نديروا الراكورسي نطيحوا في برج الغدير هم إيه خدموا الطريق درك قالوا لي بلي محلو طريق خدموها. جديده خدموها خدموها وهايله خدموها. أه أه كاش نهار ان شاء الله, الله نزور المعاضيت أه بكري معاضي درت جوله خويا سفيطي مرحبا بك مرحبا جود. بك سفيطي نحاولك خاصك قعر المعاضي تاع الصح والمهم اه, أه ونز انا ولد بابلوه تسمى في العاصمه زيت أه باب اه ما ود. شاء الله الله يسلمك بصح نروح عندي ارتباط باب الواد نمشي الى باب الواد نخدمها بكري وداقت لي كي راح لباب الواد راح لاميري تاع باب الواد بدا من الحمله تاعو زعما في زيت. تعرف م. والله العظيم انا كنت هنا في باريس حبيت موان سانك ونروح نشري البي نهبط <applause> نحكمو التم في لاميري م. كان في لاميري تاع باب الواد نحكمو منا من الفيستا وندخلو معايا لاميري نقول له هيا ندخلو دركا نجبد الكارد ديتي دي نقول لها اختي ماذا بك اعطيني تشوفي اكس تخرج ليه ليكس رينيسونس رابيد درك تعطيها غير كارت ديدونتيتي دي تخرجها لك مم. تعطيها لي خلاله في عينه نقول له درك وين زايد انا انت وليت شوازي لوروا روا فرنسا جاي تقول لي انت انا انا الى جزائري قلت له شوف قال لي وري لي كوارتك قلت له ما نوري لك قال لي علاش راك خايف قلت له مانيش خايف مانيش حاب قلت له راك درت خطا سياسي على بالك قال لي علاش قلت له باسكو باسم القانون ممنوع نوري لك كوارتي قلت له انت جيت دير لنا دوله القانون وانت هو اول من يخرق القانون راك تقول لي وري لي كورتك بصيفط لي شوف نقول لك هو ست <applause> مانيبيلاتور فهمتها <applause> مانيبيلاتور يستعمل العاطفه آه باشنك... وللاسف الشديد الناس يعني. ما تخدمش الروس تاعها ما تخدمش العقول تاعها اه, آه ماخذين ما آه. بعض الاشياء خ... ماخذينهم ما على بعض وسائل الاعلام اللي هما يروجوا له فيها تاع مليونير آه. شوف نعطيك هاو كاين واحد التسجيل آه. في قناه اعتقد بي اف ام يقولوا باللي عنده 2000 لوجمون هو ذاك النهار هقال باللي عنده ميل تسمى بطول... هبطول ميل ميل كم راحت شوف هما على بالك باللي <applause> يستعملوا في بعض الاشياء هكذا يسوقوا له فيها انت انه راهو مد مليون مليون اورو كذا 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 والشباب اللي هي للاسف الشديد انا النهار اللي بديت نحكي قلت لهم اعطوني دليل واحد يثبت لي باللي راهو مليونير اعطوني وكل حبسه واحد ما قدر ما تحضر تهضر لي انت وش قلت القنوات الفضائيه شوف شوف الاخ نور الدين عنده انترديكسيون بونكار هنا في فرنسا عنده انترديكسيون بونكار واختو بوليسيه راني جايك بالعقل واش لي؟ أعطيني برك فرصه اصبرني كيما تقول اصبرني نحكي لك غير بلاتي احسن باسكو الشعب الجزائري شباب الله غالب ينقسم الى قسمين كاين اللي قاري وكاين اللي ما قراش انا اللي نلومهم بوكو بلوس اللي قراو الجامعيين باسكو انت جامعي وعندك ثقافه وعندك قرايه نورمالمون عقلك متفتح كي حضرت معها هذاك النهار قلت له يا ودي راك را درت خطا سياسي ومنه وما جاوبتنيش على السؤال وراك تشكك الجزائريين بلي انا جزائري قلت له على بالك كي يشوفوك الف يعرفوني قلت له هذوك اللي يعرفوني يعرفوني بلي جزائري قراو معايا قلت له درك هذوك الالف يزيدوا يحكيوا مع الف قلت له بشويه تسقط والله موراها ما طولش طاح المهم غدوه من ذاك خويا نور الدين كنت قدام شونزي ريزي جاوا البوليسيه في الليل كنت واقف جاوا البوليسيه في الليل ما نعرف ما والو جاو لي ديريكتوم بونجور مي بونسوار جو سي بونسوار عطينا دا الكوارط عطيتهم كوارط بداو يشوفوا قالوا لي روح معنا والله يا نور الدين الا زدت فيك لا في, كلامي. في <applause> ركبت معاهم ركبت معاهم في طونوبيل داوني للويتيام داوني البوست بوليس دخلوني في بيت ريحت هكذايا وانا وش واش كاين توما واش صرا عاود ريح خمس دقائق عاود ولا لي عطاني كوارط قال لي اكسكوزي نو قال لي اون سي قلت له بصح علاش ما سقسيتنيش برا واش كاين؟ قال لي ما عنديش دروه. قلت له صح خرجت والله ليومنا الان ما على باليش على داوني. كي هضرت مع واحد جابوا الخبر تاعو عنده اخته بوليسيه وقيله واسمها حوريه. شكون في تما في شوازي لوروا تخدم في تخدم الو... في 84 في باريس <applause> بوليسيه وداروا لي هكذا قالوا لي داروا لك هكذا دارت لك باش يخوفك خاطر ما انا شك فيا قال لي مع من تخدم؟ قلت له مواطن بسيط انا. لانه يعني كان تعرف وين نسكن وكيف تربيت، قلت له لي يشوفوني يعرفوني يعني معروف يعني تسمى في الاخر. لا علينا. هذا رشيد نكاز يا خوتي هل يعقل هل يعقل انت انت خويا نور الدين ولا انا ولا اي مواطن جزائري عادي، هل يعقل نروحوا لاباف نشعلوا التلفون التليفون ونشوفوا ننفيتي نعرض كل واحد يروح يشوف الفيديو هذيك تاع مارسي اللي طولت الطياره ولا ما على باليش ولا وما خلاوش يهبط ما خلاوش يهبط باسكو كاشيات روحوا شوفوا في لاباف كيف بدا يصور في لاباف لا مينوت اللي راني شايف 4 20 سكوند لا 4 مينوت 20 سكوند روحوا شوفوا واحد البلاكه اي محطوطه ممنوع الهاتف النقال مم. مرسوم هاتف ومدايره البارة هذيك انتر هو يسال هل يسكرو يسكرو عنده ناس من وراه هل عنده ناس من وراه, هل... هل ناس من وراه. ه... أه... لا لا انا بيه. نطرح اسئله نطرح اسئله للشاب الجزائري ومن بعد نخرجوا بنتيجه هل يعقل انت ولا انا لو كان صوره بتليفون في لاباج يهضروا معنا البوليسيه هكذاك يا والله العظيم غير تسويتي نحي لك التليفون اوكي شوف او شوف نقول لك غير وقتها عند واحد اليومين ولا ثلاث ايام كان معايا واحد الاخ من عنابه آه. بالك العود راهو الان يشوف فينا. كنا لبرا جينا داخلين للمترو المترو جا لي الكارديان هذاك بال بالوسمو بالتليفون ماشي قال جاليا غارديان قال لي سيلفوبل قال لي مسيو قال لي ممنوع باش تصور لنا ميترون. بارك الله فيك في المترو في كاش بلاصه ممنوع تصور كيفاش اه. سي خونا يصور في لاباف وفي البوليس وهما شغل عادي نورمال هذه وحده الديلي اه. تاع الاخر انا اللي راه في راسي اللي راه في راسي هذايا باسكو هو يحب يد فيك توجور فيك تيم شوفوا شوفوا خاوتي الجزائريين شوفوا شوفوا هو السيناريو اللي راني فيه شوف كاين ثلاثه مجموعات كاين مجموعة ألف اللي هي تعتبر مع م... الآخر عبد العزيز بوتفليقة والقايد صالح وكذا كاين مجموعة ب اللي هي الغديري اللي مرشح تاع توفيق وربراب راب والمجموعة دال اللي تسمى تروازيام جروب هذا هو الشعب الجزائري دونك كاين ثلاثة حركات كاين قلنا جناح تاع الرئيس بوتفليقة جناح تاع الغديري وجناح تاع الشعب <applause> الجناح تاع بوتفليقه المرشح تاعهم هو عبد العزيز بوتفليقه <applause> المرشح تاع توفيق والجماعه هذيك الغديري <applause> او باين اين هو مرشح الشعب؟ ما كانش دركا هذا رشيد نكاز نعطيه سيناريو نهار راح حط لهم في 2014 دار سيناريو تاع تبحروا لي سرقوا لي الاستمارات صح <applause> هو من قبل في فرنسا على باك واش دار؟ في فرنسا كي ترشح في 2007 زعما باش يفضح النظام الفرنسي باللي كاين تزوير وكذا، راح لواحد الشيخ زعما في لاميري وصور معاه فيديو ونكاشات وأعطاه له زعما الدراهم باش يعطي له الاستمارة. وباه يفضح زعما باللي فرنسا فيها التزوير في الانتخابات فيها الرشوة. يعني بالدراهم تقدر تشري الأصوات. وحكموا عليه يا أخي في فرنسا وقيل نهار حبس ولا سبع أيام. على جال هذا مع العلم باللي أي صحفي يقدر يدير هدية. انفستيغاسيون سبيسيال يدير كاميرا ويفضح الفساد وفي القانون في فرنسا اللي يفضح الفساد يعمل بالصحافي الصحافه ما يدخلوش الحبس بالعكس راه يساهم في محاربه الفساد مع العلم دخلوه للحبس هو دار الفيديو زعما بيفضح يفضح صح دخلوه للحبس رشيد نكاز كي راح استلم الاستمارات يا ناس يا ناس راكم قاريين الله على وجه ربي خدموا عقلكم برك الانسان كي يروح يستلم الاستمارات يا اخي القانون واش يقول؟ يقول لك ما تجينيش بسيرفات يقول لك أرواح بلبسه بدله رسميه يا اخي كاين اللي جاهم بالسيرفات وحاوزوهم أروح لي بدله رسميه وكي تدخل ما راكش داخل السوق الفلاح راك داخل مجلس حكومي تسمى راك رمز من رموز الدوله كي تدخل لازم توري البطاقه التعريف تاعك باش ترفد الاستمارات ولازم تمضي ويدوا الهويه تاعك باللي انت جزائري نقدر نكون انا تونسي ولا مغربي ندخل ندي الاستمارات تسمى لازم نثبت الهويه تاعي شكون انا لا دات دو وكذا وكلش بالكارت ديدونتيتي دي. ونرفد تسمى رشيد نكاز نهار راح رفد الاستمارات ما تجابش معاه الميكانيسيان لا ما رشيد نكاز اي حتى ثم كيجي كيجي له الملف اولا يدير طالب <applause> اعتقد ويحكموا واش مول دي دونتيتي نتاعو بارك الله فيك <applause> <applause> تما الميكانيسيا هل الميكانيسيا قدم الكاردي دونتيتي تاعو هو هو اسمع خلينا من, الموض... آه. من الوثائق خلينا من الوثائق بال... بالصوت وبالصوره بالصوت وبالصوره آه. يجيبوا له فيديو نتاعو هو يقول باللي المخطط المخطط الف والمخطط باء ها هو باللي انا راه ما قبلوليش راني درت الـ درت الـ لا لا الـ لا بلا فيديو, فيديو بلا فيديو لا والله لو كان جا في دوله نتاع قانون هو في الحبس لا لا الاخ نور الدين انا راني نخاطب في شباب الجزائري اللي كيما انا اللي قرا اللي تما اللي عنده عقل انا ما رانيش نكازو بين القضيه تاعو انا راني نهضر على النظام م. النظام خشاني جاي خطوه بخطوه يعني كاين تواطؤ وهذا هو السؤال اللي يدينا باش نعرفوا بلي كاين تلاعب تسمى يعني الدوله راهي على بالها بلي رشيد نكاز هو اللي رفض الاستمارات ما كانش الميكانيسيان هذه واحدة زوج نهار راح حط الاستمارات هو بفمه بالصوت والصوره يقول بلي قدمت الاستمارات توعي قالوا لي راك مرفوض لانك كانت عندك جنسيه فرنسيه هكذا واش يقول ومن بعد قال ما كانوش يستناو فيها جبت لهم الاستمارات تاع وليد عمي تعادل رشيد نكاز الميكانيسيان <applause> قال جبتهم لهم كي جبتهم لهم قال لك ما يتوفروا فيه كاع الشروط هما مسكوهم بيناتنا لو كان التم القانون واش يقول تحايل يقول <applause> القانون تحايل ولو كان كان رشيد نكاز يا شباب باللي يحرج صح السلطه لو كان التم الفقول القضيه وتكون اسهل للنظام النظام يزيد يدي فيها المصداقيه اكثر هو يقدم في خدم. خدمات جليله هما راهم يتبعوا في الاحداث لأس... وقاعدين يستعملوا حد حد. في عمل الوقت وما يستعملوا في عمل الوقت قلت آه. انا, قلت لهم آه. من النهار الاول اسمحني برك النهار الاول انا قلت لهم قلت لهم باللي درك هاد الجماعه اللي راهم درك هما تحركوا آه سيرتو هذو ثلاثه من الناس سيرتو هذو ثلاثه من الناس م -م. غاني مهدي ورشيد نكاز وسبيسيفيك درك الشباب هو راهو مل من هذا النظام مل من هذه الوجوه مل من هذا الخطاب مل من هذا الوضع مم. ويحوس على تغيير منطقيا هو راهو يحوس على وجوه جديده درك هما لو كان ما يخليوش هذا راشد نكاز وهذا غني مهدي وهذا سبيسيفيك ما يخليوهمش من النهار الاول قال تروح مثلا يمدوا واسمو استماره ما يمدولوش اما على بالهم به بين. من النهار الاول ما يمدولوش الشيء اللي راح وراح يحدث هو انه راهو رايح يزيد الضغط مم. يزيد الضغط ومن بعد هما ما تخدمهمش هما واش يحوسوا يديروا يحوسوا على جال باش الناس تشارك كيفاش يديروا لهم خلاوهم هما يتحركوا حتى العمل اللي كانوا يقوموا به عمل غير قانوني تاع انك انت من جهه يمنعوا في الناس باش تدير هي مسيره ولا الدير تجمع في اطار قال ها والعنوان العنوان تاعو هم الناس اللي شحال راهم يحضروا ما يعطيولهمش وهم مخليينهم يديروا في تجمعات كما يحبوا يروحوا يتلاقاو بالناس قال مم. انا جاي في الباج في الفيسبوك في دوله غايبه نهائيا مخلينهم يتحركوا لماذا؟ على جال باش هما يظهروا باللي راهو كاين حراك وراهو كاين شباب مهتم بالسياسه وماشي كما راكم تسمعوا انتم راهم يقولوا لكم باللي كاين عزوف وراه الناس مش مهتمه بالسياسه والناس ما بلاش بالانتخابات ولكن هما متاكدين من نهار الاول باللي الملفات نتاعهم ترفض. ترفض من النهار الاول اللي بالهم بها الملفات نتاعهم ترفض ومن بعد قال ودي شوف انت راه كاينه دوله نتاع قانون خليها تلمع بال... اسمح لي قال احنا انتم راكم تدعي في القانون وتدعيوا في حقوق الانسان احنا رانا خلينا حتى المهابل يترشحوا والان راه كاينه دوله نتاع مؤسسات راه كاينه دوله نتاع قانون هاي كاين الناس اللي راه رافضه بوتفليقه وهاي كاين مجلس دستوري والمجلس الدستوري راه وقال الكلمه نتاعو وبالتالي دركا الصندوق هو اللي يهدر هما راهم عندهم لفلان وعندهم الارندي وعندهم عمار غول وعندهم بن يونس وبالتالي في ظل لانه الناس اللي راه رايحه فيما بعد هي تمشي مع هذه الناس ومن بعد ما يشرحها تنتخب وش اللي راه راه يحصل هو انه ذاك الناس راهم يديوها بطريقه نتاعهم هما اللي يسموها ديمقراطيه هذا وش اللي يحوسوا عليه من النهار الاول اه على كل حال هي احنا لنكن افتراضا افتراضا وش كنت تهضر هذا صحيح يعني تما بصح حنا نزيدوا ننزلوا شويه المستوى للاسف نزيد حنا ننزلوا شويه المستوى هذه اللي كنت تهضر بها هذا واضح بصح احنا نقولوا افتراضا افتراضا يا سيدي الجزائر راهي حول بس عليها وعندنا ديمقراطيه وعندنا دوله عسل الله الله الو الو يبدو ان الاخ الو فهمت قلت لك زعما شغل افتراضا زعما احنا راه نستلم الاستماره ومبعد القضيه راني نشوف وترجعت. بعض التعليقات كاين واحد الحاجه واسمها فو ايزاج دو فو يا ناس كاينه حاجه واسمها فو ايزاج دو فو معناتها نصب واحتيال انت لما تتقدم لي انت بوجهك والهويه تاعك نعطيك حاجه ومن بعد تعاود تبعث لي واحد اخر وجه واحد اخر يسموه فو ايزاج دو فو استعمال ماشي تاع الانسان هذاك ان تحايل باسكو انا دوك انا سبحان الله انا نعرف نور الدين تلاقى به نسلم عليه وكذا ودنيا انا خلاص نقول يقول لي اعطيني بنتك نقول له خلاص واسمك واسمك نور الدين خبابه الله يبارك غدوه ان شاء الله رونديفو على الثلاثه تجيب تزوج هاي مرحبا بكم جيب يماك وارواح غدوه يجي واحد يطبطب لي في الباب يدخل يقول لي السلام عليكم نقول له شكون انت يقول لي انا نور الدين خبابه جيت نتزوج بنتك نقول له كيف انت تقعد بيا يقول لي ها يجبد لي كارت يقول لي انا نور الدين انا نور الدين خبابه هذا واحد يجي يتزوج بنتك برك تولي تضرب فيه لو كان يدير لك هكذا تولي تضربه يا ما بالك راح تعطي له المفتاح تاع الجزائر راكم تمسخروا بينا يا ناس كاين واحد التعليقات قال لك راح مع النوتير قال لك دار معاه عند النوتير غير يستلم السلطه يعطيها لي راك عم تبيع في مكتبة ولا تبيع في خزانه شوف نقول لك هذ الناس نقول لك والله شوف نقول لك هذا الناس غير الرؤوس نتاعهم مرات تبلي باللي متوقفه ما, ما راهمش يفكروا اصلا لا لا شوف هو يخدم هذا سربة. الناس يخدم النظام يخدم النظام يعني بشكل درب مباشر ويخدم بقاء هذا النظام ويخدم الجماعة نتاع الديارات فهمت مم. انا من ضمن دور نيكوشني دروات من النهار الاول قلتها بلي هذا السيد مم. لما كان يتحرك في فرنسا كان يستهدف في ناس معينين من اجل ضرب الجناح نتاع بوتفليقة كان يستخدم يستهدف في عمار سعداني في عبد الملك سلال في كذا كان يستهدف فيهم من اجل ضرب الجناح نتاع بوتفليقة في من يخدم يخدم في الجناح نتاع توفيق هو دوك الان مش شكا... كان شحال من كانوا وش من كانوا يوسيو كانوا يحوسوا على الجبل باش تلاقاو مع الغديري هذاك على الجبل باش يمشيوا معاه كانوا يمهدولو في الارضيه مم. من بعد راحت دوكا لما خرجت من يديهم باسكو دوك الناس بدات توعى بدات الناس تفهم بدات الناس تعرف باللي راه فيه دوله عميقه بدات الناس تفهم باللي راه الناس تخدم من مم. وراء الستار وبدا ينتشر الوعي هذا من خلال الانترنت لانه هذا الكلام هذا ما تسمعوش عن مم. طريق القنوات الفضائية. دوك الان بدات الناس تتوعى. و... اه انا انا نعطيهم أنا عطيت لك مثل درك على المباشر والله ما فكرت فيه يا نور الدين غير درك اعطيته لك. هذا المثل هذا. نعم. واحد يجي مم. غير في بنتك برك يحضر معاك يقول لك السلام عليكم الحاج نادين نعاودها باش الناس تفطن. سلام عليكم الحاج يا ولدي راني شفت بنتك عجبتني. وانا حبيت نتزوج بها على سنه الله والرسول والحاج هذا يشوف فيا يميزني منيح او لازم يميزني لازم تقدم روحك تترشح لازم تهضر البرنامج تاعك دونك يشوفني منيح الحاج ونقول له والله غريا على سنه الله والرسول وانا وليد عائله وعندي عندي والديه وكذا واش رايك واعطيني رونديفو نجي نخطب هو يقول لي روح نهار الخميس ان شاء الله على الساعه 3 نقول له الله يبارك انا نروح واسمك يقول لي نقول له اسمني زعما نور الدين خبابه بارك الله فيك صحيت الشيخ هذا كيروح يولي للدار يا مرا نهار الخميس واش روحك؟ واش كاين راهم جايين الخطابه الله يبارك نهار الخميس يجي السيد يطبطب واحد اخر مع يماه جايبين القاطو شكون انت؟ جينا نخطبوا وانت هو نور الدين خبابه ماشي انت يا نور الدين خبابه اللي هضرت معاه يقول له والله العظيم والله غير انا هو نور الدين خبابه يقول له كيف سبحان الله يجبد له كارد ايدونتيتي يقول له ها اقرا نور الدين خبابه أزمة انا أزمة انا نعكسها اه <overst له> قول انا نس نعكسها آه. اخ توفيق انا نعكسها آه. قال توفيق آه. توفيق سمع بوحده ايميغرية انا نجيبها مليح توفيق سمع بوحده ايميغرية واسمها رشيده فهمت آه. آه. رشيده ايميغرية وشعرها بيض وعينها عينها زرقاء قال راح يزوج برشيده قال راه واحده آه. رشيده تسكن في الشلف وراه ايميغري وهو حب يخدم بها كواب ايا من بعد هو يروح يشلف يروح يدي مو بيو هكذا من بعد يلحق ثم يلقى وحدة رشيدة فرماشة ماشاء. من بعد كذا وكحلة هيا من بعد كيفاش راح يدير وقلوا لهم هذه راه ما هي لا بابا هي ولا ولا محزنون وش راح يدير ثما <applause> ولا فكروني في الفيلم تاع بوب فهمت تعبوا بقرة كيما هذاك دا دايم الله راح يخطب كيما راح يخطب دايم الله ودا عمو زعما مرت عمو وبعد جابوا له واحد اخرى قال لهم ماشي <applause> هادي فهمت قال لهم هادي هادو خلو فهمت رد سكور يعني اسكو يرحم والديكم الاخ نور الدين والجمعه لا يتسمع يرحم والديكم احنا الجزائر احنا بلد الجزائر عندنا قدمنا تضحيات وعندنا شهداء وبلد قبله قبله الثوار ومعروف عندنا تاريخ يرحم <applause> والديكم هل يقبل زعما غدوة رشيد نكاز تخيلوا برك هذه ما كاش منها ما حشي يربح مي تخيلوا زعما غدوة زعما ولا رئيس تعرف باللي نولو اضحو للعالم العالم سكور كما وصفه هو رشيد نكاز الرود سكور الجزائر امبان من بكري ودرك جاه حكمها رود سكور بينا يا ناس هذه اضحوكه ما بعدها اضحوكه أنا نعطيك شكر السيناريو شكرا للأخ توفيق رامكين اخو رامي نكمل من هذا السيناريو ونهبط هذا ما كملتوش خاطر ما خليتني نهضر. ايوا آه تفضل السيناريو اللي راني يعني نشوف فيه السيناريو اللي راني يعني نشوف فيه افتراضا آه. رشيد نكاز راهو يطبع في حيط باسكو نورمالمون آه. درك درك شباب الجزائر الوعي نورمالمون ما نهضروش دركا وقتاش نهضرو 13 مارس خاطر ما لو 3 مارس تحط الدوسي وتستنى 10 أيام لو 13 مارس المجلس الدستوري راح يعلن على الترشحات اللي قبلهم الملفات اللي تقبلوا <متصفيق> تسمى نهار 13 مارس يقولون لنا قال الغديري مرشح قبل ملفه من طرف المجلس الدستوري لان ملفه كامل وتوفرت فيه الشروط وفلان بن فلان توفرت فيه الشروط رئيس بوتفليقه توفرت فيه الشروط من بكري هذاك هذاك توفروا فيه الشروط نقول لراشد نكاز الى في حاله اذا قالت رشيد نكاز ما توفرتش فيه الشروط لازم تعطي الاسباب لماذا واذا ما توفرتش فيه الشروط لازم تدير له نصب والاحتيال خاطر ما هرام... حكموا عليه الدوسي مادام حكموا عليه الدوسي تسمى راه كومبلي دونك اذا رفضوه ما رفضوش باسكو الدوسي ماشي ماشي كومبلي تسمى اذا رفضوه لازم يقولوا بلي نصب واحتيال واذا قالوا نصب واحتيال اذا قالوا نصب واحتيال لازم الدولة تطبق القانون تلقي عليه القبض يا <applause> يعني هما شوفوا نقول لكم <applause> هما داروا هاد <applause> اكسبري قدام القنوات الفضائيه وجا ذاك الممثل نتاع المجلس الدستوري على جال باش يشاهدهم الناس ما فهمتش الرساله فهمت الناس هما <applause> كانوا يعتقدوا باللي راها فيلم من الافلام نتاع النظام هما كان هكذا حتى فيما بعد هو صرح خوه ومن بعد هو زاد فيما بعد لقى امام امر الواقع ولا دار فيديو قال باللي راني انا وكذا 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 هو تاع المجلس مهم. الدستوري حب باش يشهد راي العام قال هاكم تشوفوا ها هو باش فيما بعد باش الناس تعرف تشوف الناس يقول لك يا صاحبي هذا هو النكاز اللي كانوا يشوفوا فيه باللي راهو دارس الفلسفه وقاري في السربون يطلع لهم باللي راهو هذا هو استنيس كرو فهمت ومن بعد وراء يخدم في الجماعه نتاع النظام هما راهم حكموا عليه الدوسي وشهدوا عليه الراي العام اه تسمى آه. بي... آه. هو... درك الى 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 رفضوا با دير باللي باللي رامز انت لهم الدوسي يحكموه ما يدرسوه با دير باللي خلاص قبلوا الدوسي صح استلموا الدوسي فرق بين قبلوه آه. وبين استلموه بارك الله فيك دونك تسمى 13 في الشهر رايحين يعنوا الى قبلوا الدوسي والى ما قبلوهش درك في حاله اذا ما قبلوش الدوسي لازم يعطونا علاه ما قبلوش الدوسي هذا هو القانون وكي علاش يقول لك تحايل مادام دام كاين تحايل تما راه المجلس الدستوري يحمي الجزائريين لازم يطبق القانون اللي هو القاء القبض عليه هو والرود تاعو ويحطوهم في الحبس هذا لازم هكذا سينوكيش تقول لنا تحايل وتخليه يصول ويجول كيما بكري ولا في حاله اذا ما قبلوهش وهاي الوخده يا نور الدين هذه هي الوخده في حاله اذا قبلوه الملف ليجان اليوم اللي فيه اليوم يطيروا بالفرحه شفتوا ها ما لا درك نديروا الانتخابات وهنا ينقسم الشعب الى قسمين راح يتقسم الشعب من بعد ما راه ملحم اليوم راح يقطعوا لنا الشعب على زوج نص اتباع رشيد نكاز اللي يعتقدوا بلي راح يفوزوا ما دام قبلوا له الدوسي ونص راح يفهم بلي راح يكون ارنب فهمت نص تاع الشعب راح يفهم بلي راح يكون ارنب هنا راح يتقاسموا الشعب كي يروحوا من بعد ينتخبوا رشيد واش راح يدير انا لا دوله راه دولة, دوله يهضرها أمر... هو يقول بزاف برسة. هو يقول بزاف خليني برك نكمل الفكره على الاخ نور الدين من فضلك م. نكمل الفكره برك هو يهضرها بزاف هو يقول لك الفيس في ال 91 يا اخي السلطه ماشي منيحه وعلاش ربح زعما دار اون تاكتيك اون استراتيجي باش ربح السلطه باسكو عس الصندوق تاعو هو زعما راح يعسس صندوق ليكن ذلك هو راح يجند الناس باش يعسوا، عنده اتباع، يجند الناس باش يعسوا صندوق. ما على بالهمش بلي هذه الدولة راهي راهي قبيحة وعرة. واش يديروا؟ نهار نهار برك، 18 افريل واش يديروا؟ يعتقلوا له غير خمسة ولا عشرة من الناس اللي يعسوا صندوق، يعتقلوهم، يديروا لهم سبة هكذا ما جابش كارطة هذه منا يلفقوا لهم توأم يعتقلوهم وهذوك الصنادق هذوك يتم فيهم التزوير. يعمروا للمرشح تاعهم وهو يبدا يدير الفيديو شوفوا شوفوا سرقوا لي داو لي الجماعه تاعي اللي لي صندوق شوفوا شوف نشوفوا غير عاد تاع ال11 ومن بعد تجبد لك الورقه وزاره الداخليه سيداتي ساداتي الجزائريين نعلن عن ترشح يسوى الغديري هو رقم واحد ونكاز رقم اثنين وبوتفليقه رقم ثلاثه سوا بوتفليقه رقم واحد ونكاز رقم اثنين وعلي الغديري رقم ثلاثه باش يدير لك شويه المصداقيه باسكو عنده اتباع يديروه رقم اثنين فهمت؟ ثم واش معناتها راحين يجيبوا الشعب يفوتي باش يعطي مصداقيه. هذا ما يفوتش ما وهذاك الغديري في الشك فهمت الغدير في الشك باسكو هو ديجا راهم ممكن يديروا له كش قضيه قانونيه اللي تمنعه بحكم هو انه كان عسكري وعنده واجب التحفظ وعندهم عندهم عندهم امور اللي يقدروا يستعملوها في اي لحظه هما راهم شوف هما ماهمش يحوسوا يخليوا هذه الجماعه لجل باش بوتفليقه يخرج من اسمه هما راهم قرروا باش يفوت وقرروا باش يديروا هذه الندوه هذه دركا القايد صالح راهو هو معاهم وراهم ماشيين في هذا المخطط درك الشعب مانيش عارف أسكت تبقى تمشي الامور هذه وفيما بعد مرة راهم رايحين يمروا هذاك السيناريو الاول نتاعهم والا تنفلت الامور فيما بعد يدخل الجيش فهمت قادر فيما بعد صار انقلاب ضد هذا الجيش صالح ما نتاعو الله اعلم الامور كيفاش راها راح تروح وبالاضافه الى لابد هو انك توضع ثاني في الحسبان نتاعك من انه راه الدول راه ماهيش تقصر انا على ركزت على سيناريو دي. ركزت على سيناريو تاع رشيد نكاز برك يعني تسمى في حال اذا قبلوه في حالة نعم. اذا, قبله. نعم حالة إذا ما قبلوه شكرا بارك أخ الله توفيق. فيك ربي نور الدين خلوا الجماعه ثاني شكرا. شكرا. شكرا ربي يعيشك الاخ توفيق ونشوفوا ترى هذا الاخ جلول في لالي هذا من بعد نجي لكم الاخوه معذره نحب نخلي واحد يتكلم و... معذره شوفوا طرا على الاخ جلول الاخ وسمو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخ نور الدين فينا واحد المداخله قصيره ماشي ماشي ما غاديش ما راحش نطول عليكم ما فيش مشكله مرحبا لكن من راك تكلم فينا قبل الاخ جلول انا جلول في لالي محمد من تلمسان مرحبا بك الاخ تفضل وبك مرحبا اولا اخي الكريم انا عجبتني الفكره اللي قبل من هذا نتاع السيد اللي كان دروك اللي كنت تحكي معه قبل ما هذا نتاع برج لا الفكره اللي انت 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 انت, انت, انت جيت بها وقلت اودي لازم يكون حراك اه هذه هي الفكره نورمالمون للانسان كيما هكا هذا هو يكون التفكير احنا الاخر قال لك باللي كاين 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 عندنا عقلاء وكاين عندنا ناس مفكرين وكاين علاش علاش ما تبداش من عندك انت اولا بهذه الفكره تالمو هذه الفكره راهي راهي قيمه راهي حاجه اللي زعما ربما بالك منها تكون تكون تكون, تكون البدايه الصح وعلاش لا اولا انا اقتراحي زعما تبدا من عندك انت ربما تكون على يدك حاجه نتاع رب هذا رب العالمين وحنا رانا نتمنوا الخير ياك نعم الو علاه ما تشوفوش ناس قيمين تاع عدنا عندنا ناس تاع الدين عندنا علماء عندنا تبارك الله اللي يثيق فيهم كاع الوطن الجزائري ماشي ماشي شرقيه ولا غربيه ولا لا لا كاين ناس تاع الدين يبارك نعم هاد الناس تاع ويجتمعوا ويخرجوا بجماعه اللي الناس عندهم الثقه فيهم عندنا ناس عقلاء عندنا ناس مفكرين عندنا ناس اللي يستاهلوا الرئاسه لا من هذا الجانب خطينا من المكاز وخطينا من ذا الغديري وخطينا هذو 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 نورمالمون كاع ينساهم التاريخ لخاطر على ما ديجا راه ما فيهم ظروف ما راهش فيهم الخير فين غدوه غادي يعاودوا يولوا رئاسه ولا 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 ولا, يوصلوا لواحد المرتبه حتى هذه ما هذه كاع ماشي ماشي فكره هذه نعم اه انا باغي نوصل مع خويا واحد شوف خويا نور الدين انا راني نعم واش حبيت تقول لي الاخ جلول تقصدني انا واش قادر ندير انا؟ ربما تكون تكون عندك البدايات دير دعوه للناس تاع تاع الدين يخرجوا لنا بنتيجه من الناس العقالة ويتهضروا مع يحكي ويديروا طويله ولا يديروا مانيش عارف كيفاش يسميوها الله اعلم يعني مع النظام النظام هذا ما حبش يتنازل والشعب هذا ما حبش يحبس وين راهم باني يروحوا بينا احنا دروك وين انا غير شعبي مواصل انا غير شعبي بسيط والله العظيم لا بسيط سيما يا... انا جزائري أنا جزائري لا. أنا لا. جزائري خاطري على البلاد وين رايحين بها لا السلطة ولا هاد الناس اللي راهم في المعارضة ولا و... واحد ما راش ماشي في الطريق نيشان أنا على ب... بالعقلية تاعي واحد فيهم ما راش مانيشي نيشان الأول نتاعهم هما السلطة هذا هم النظام هذا اللي راه ماشي الله أعلم وش راه باغي من هذا الشعب ما كفاتهمش عشرية سوداء. ما كفاتهمش حوايج بعض اخرين السرق والنهب ومانيش عارف والحباس وهذه وهذه ما كفاهمش ومازال ما باغيش يتنازلوا هما ما متنازليش ما متنازلينش هذه راني معاك انت الاخ اسمه جلول انت راك في تلمسان نعم تعرف تعرف ناس ثم في تلمسان لا انا ما نعرفش ناس بصح كاين ناس معروفين على مستوى الوطن اللي قادرين لا لا لا, لا خلينا, خلينا من الشخصيات خلينا من الشخصيات نحوسوا على جال باش نلقاو الناس اللي هما راهم درك في هذا الحراك في كل الولايات في كل الولايات على مستوى <applause> 48 ولايه وعلى مستوى الخارج شوفوا الناس <applause> اللي راهم درك هما ما عندهمش انتماءات سياسيه وناس اللي مقبولين عند الشعب قال مثلا بك لما يخرجوا مثلا مجموعه من, من تلمسان يسمعوا الناس في تلمسان نحاولوا ان نجمعوا اكبر عدد ممكن من الناس انا نكون منسق برك منسق على جال باش نحوسوا على جلب باش يكون هناك تغيير لمصلحه البلاد لا يخدم حزب ولا يخدم جهه ولا يخدم منطقه ولا يخدم شخص تغيير اللي يستفاد منه الناس الكل تستفاد منه الجزائر كامل تستفاد منه من الاجيال اللي راها الان عايشه والاجيال اللي راها راح تجي فيما بعد انا نكون منصب هذه هذه هي وعلاش ما تكونش انا 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 انا, أنا, أنا ما نيش نحوس على على حاجه حاجه اللي خاصها تكون تندربو خفيف راك فاهم في اسرع الاجل تاع ماشي خاص نقعدوا سبع شهور ولا عام الاقتراح خصه يندار في اقرب وقت باش تحبس هذه تحبس هذه 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 المشاكل اللي راه دايتنا المانيش عارف وين وباش هذا النظام ثاني يقنع بفكره نتاع ناس عقلاء ماشي من ما بعد عادة يكون هذا نتاع تجمع ناس من ولايات ومنا ومنا وانا في رايي زعما في رايي الخاص رايي انا علاه ما علاه ما يكونوش هذ الناس يجمعوا مثلا عندنا انا نقترح انا نقترح وغير اقتراح تاعي انا شعبي بسيط علاه ما يجمعوش ناس عقال مثلا كيما بن بيتور كيما كيما لوط بن لوط بوناطيرو على هذو الناس القادر يكون تكون فيهم ثقه ويديروهم هكا وانتخابات وفيها فيها الاقصاء وفيها وكل شيء ومقبولين عند الشعب هذا انا انا نظن باللي يكونوا مقبولين عند الشعب ما يرفضهم حتى واحد اخطينا من النظام واخطينا من هاد الناس اللي راهم سابقين في راك فاهمني يا اخي كيفاش كيفاش على ما تكونش على اساس واش ديرهم أه؟ على اساس وش... شوف نقول لك انا اللي نحوس عليها شوف حوس هو انه تتشكل هيئه من الناس في الداخل ومن الناس في الخارج لانه درك هذ الناس اللي راهم في السلطه ما عندهمش مع من يهضروا وما كان حتى واحد اللي هو يجي يقول لك باللي انا راني انا ممثل الشعب يروح واحد يشارك لك في مسيره فهمت شارك لك في مسيره كيما درك قال مثال باغي لما نحبش نضل ندور في الزيكزاك هذا كوش دروات زيتوت هو راه عايش في الانجليزي يروح يشارك لك مسيره في باريس فهمت دوك والله راني انا دوك راني في فرنسا وروح انا مع البيش انا الاسبان ولا المانيا فهمتني ناس من د... من من ولايات هي... هيئه من من الولايات واللي يكونوا قال مثلا مجموعه من الشباب اللي عاقلين ناس منورين ناس يفكروا في البلاد وماشي يفكروا في شخص معين فهمت لانك انت لما تكون انت تحوس باش توصل لشخص معين كائنا من يكون هذا الشخص العملية راه فاشلة حوسوا على جال الناس تخمم في البلاد إذا كان درك مثلا السلطة هذه والله الناس اللي راهم في السلطة راهم يسمعوا أنا ما عنديش اللف والدوران أو قال مثلا الناس اللي راهم في وسائل الإعلام اللي هي راها واصلة للشعب افسحوا المجال على جال باش الناس تطرح أفكار تاعها من أجل خدمة البلاد لأنه في ظل هذا الإقصاء في ظل هذا الاستقطاب وفي ظل هذا التجاذب اللي راهو موجود البلاد راه رايحة فيما بعد تطرطق فهمت تطرطق وشوف نقول لك شحال راهين يقدروا يقعدوا دير مسيرات على روحك فيما بعد راه رايحة فيما بعد هذه القوات نتاع الامن رايحة تتعب تتعب تذكر شحال راح تقدر تتمشيهم كل درك انت راك قاعد في دارك دير فيها بيستاش تروح انت تقعد في مسيره زوج سوايع والله وتروح راك خدام نورمال ترونكيل وفي دارك لاباس عليك ومن بعد تروح دير مسيره عندك مره في السمانه ولكن انت دوك الان راه الناس في اليرت وراها قاعده تخدم الليل مع النهار واحد الكونجي نتاعو ما كانش واحد راهو مات واحد من لافامي فامي نتاعو ما يحضرلوش واحد من لافامي نتاعو راه رايح يتزوج ما يحضرلوش الى غير ذلك الناس اللي راه في الجيش راه دوك في الحدود راه كذا راها كذا

عندهم قال مثلا في فار من فرنسا والمريكان وكذا قال روح امشي وما كانش والله لا على بالهم بك والله غير يحيوك، والله لا على بالهم هذا باين هذا اخ نور الدين شوف اخ نور الدين شوف انا علاش قلت لك لازم لازم ناس عقال ناس علماء يخرجوا في قناه معروفه مثلا قناه البلاد ولا وهذا الاقتراح صحيح يقترح عليهم هما على خاطر رجال الدين راهم راكدين بزاف يا شيخ رجال الدين هما اللي تصنت لهم الدوله الشعب 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 الجزائري ما عندهاش من يتصنت ضروري الا لرجال رجال الدين اللي الناس حطينا من وزير وزير الشؤون الدينيه وجمع هذه ثاني يعني ما فيهم ثقه رانا على رجال الدين اللي مسموعين مثلا مثلا الجهه تاع الصحراء فيها فيها الزاويه نتاع 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 اوقنوت مثلا الجهه نتاع الغرب فيها فيها الزاويه ولا 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 المعهد نتاع الشؤون الدينيه دينية في كل ولايه كاين الناس اللي معروفين احنا عندنا في تلمسان الشيخ بن يونس انسان عاقل الناس تعرفه كاع الولايه هادو يقترحوا يديروا, يديروا 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 مثلا مائده ولا يديروا يسموها ان رونكونتر في قناه البلاد اللي راها معروفه الناس كاع راها متصنت لها وراها قاعد تفرج لها ويقترحوا يخرجوا هذا الاقتراح ويهضروا مع النظام مباشره ربما ربما تكون تحبس هذا احنا دوك هذا الشيء هذا اللي كيما تقول عندك الحق شي راه ماشي راه ماشي في في حاله خطيره الله يجيب الخير والسلام وهذا هو انا هذا ما بغيت نقول شكرا للاخ جلول المهم الاخوه لازمكم تتعلموا تسمعوا مش يدوك واحد هو يدلي بالراي نتاعو والله يمد اقتراحه والله كاين و... كل واحد كيفاش راه يفكر الجزائر هذه نتاع الناس كل ممكن نتفق في اشياء ممكن نختلف في اشياء المهم لازمكم تتعلموا هو تسمعوا الناس آه كل شوفوا ترى الاخ هذا علي اخ علي عندك كان بلوكاج افتح البلوكاج هذاك ومرحبا بك شوفوا الاخ هذا آه مصطفى عبد الباري نفس الشيء الاخ مصطفى نشوف الاخ هذا عادل اخ مصطفى مصطفى أني طلعتك وعندك كم بلوكاج في الهاتف نتاعك اخ عادل السلام عليكم واش راك اخ مرحبا بك الاخ عادل سلام على الناس اللي راهي كومونتي اللي راهم سهرين معنا كل الله يبارك فيك من راك تكلم فينا الاخ عادل راني تجور بلا ريجون ليونيز اه مرحبا بك الاخ عادل كلمتني وقيلا من قبل بيان سير صافي دي جور ابوبري ولا آه ايوا مرحبا بك والله والله يا نور الدين نحاول نختصر باش الناس تحاول تطلع والله كذا باش ما نكونوش صامتين عندي زوج حوايج نقولهم آه... نحاولوا مازيش نحكو طول على رشيد نكاز باسكو رشيد نكاز على حسب الهضره نتاعك راه هي سين فوس بيست دونك الانسان ذكي ايفيتي على الفوس بيست هذه باسكو الايام يتصير غدوه لويت مسيره رمضان مازال شهر ونص وكاين ناس ينادو بالاعتصام دونك طريق تاع رشيد نكاز والاخر والاخر سين فوس بيست تكمل لنا والوقت دابور نحترم رشيد نكاز ونحترم الالاف ولا المئات الالاف اللي جون اللي راهم يتبعوا فيه ولا لا جينيراسيون تاعنا انا وياك 47 50 سنه نحترمهم كل كيما نحترم البوتفليقيين اونفا نحترم البوتفليقيين نحترمهم جور احترامي للحرامي حشوها لنا بصحتهم نحترم الناس كل باش ما يكونش فيها تطياح وكومونتير اون باس دروكا لوبجيكتيف سي كوا اسكو دروكا انت راك تمرض في روح خويا نور الدين على جال نفسك ما الامل تاعك انها تقدم موقف الجيل اللي راه جاي لا ربي الاعمار تكون عمرك 80 اللي عمره 20 ممكن يصرى حوار بعد 20 سنه يقول لك واش قدمت لنا عاد تقول له باللي قدمت كلمه طيبه خير من خبزه مره كلمه حره خير من خبزه مره يا هكذا لا راني راني شويه رابيد ونسارع سلويكي هكا تصيب صحته شوف خويا نور الدين بكري واش يقولوا جدودنا يقولوا ما تضربش الكلب حتى حسن من يسمع حتى تعرف مولاه يا هكذا صحيت حنايا اللي <سؤال> راه ينهج في الشعب الجزائري هذا من من خلقت الدنيا من قبل ما تجي فرنسا والاتراك هي الجزائر عمرها ما كانت ستابل ديما الاستعمار اخر مستعمر هو فرنسا اللي راه فينا درك هو اللي راه مسؤول علينا اللي راه يسموه النظام هو اللي راه في الشعب اسكو راه متفقين عليها متفقين عليها اسكو البلاد حاليا راه ملاحه مش ملاحه وش هي البلاد هو كادر دوبي ما عندنا سبيطالات زينه ما عندنا منظومه صحيه زينه ما عندنا امان ما عندنا موظفين ما كان حتى حاجه الناس كلها راهي مرعوبه الناس الكل راهي مقلقه دونك كاين حاجه تنهش فينا اللي يسموها الكلب اذا حابين احنا كاملين نحوسوا نعرفوا شكون مول الكلب اتفاقا على كلمه ما الكلب حتى اللي تعرف ماليه الحاكم تاعنا اذا كان كلب لازم نحوسوا على مولاه مولاه اكيد راهو في في, في 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 فرنسا هنايا يعني. يقولون ديما يقولوا فرنسا دونك كي يقولوا فرنسا كنتهموا فرنسا باللي هي رايحه حاكم الكلب لا ينهش الشعب الجزائري <applause> دونك ما دونك هذا الملايين الاغلبيه لا يتم العقليه هذه صافي دير ما يامنوش ب 5 جويلي 1962 منهم انا انا ما نستعرفش به باليوم استقلال اخي هكذا دونك الحكايه الحل تاع الجزائريين يبدا من النهايه النهايه هي هي 5 جويلي 1962 لازم سوا نديرو دوزيام ميطون دبلوماسي مش غتولي حرب انا بور موا 5 جويلي 1962 نهايه الشوط دوزيام ميتون يكون سلمي رانا في 2019 دو درك الدعوه ورا ثقافه ونيغوسياسيون وعلم وكذا أبان نورمالمون نعصروا بعضنا احنا الجزائريين خرجوا انكرام اللي فيها وتروح تهضر مع مول الكلب قال خويا نتعاودوا الحكايه باسكو راه يغيبني الحال كي يشوف غينيوني ولا ولا ولا, ولا 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 واحد من المارتينيك ولا من من هذا من الدول اللي مازالت دونتون اللي تابعه لفرنسا هذه بصح خارج خارج الميتروبول يا خويا عندهم سبيطارات زينه عندهم امان عندهم كل شيء عندهم آآ عندهم آآ عندهم كرامه عندهم كل شيء انا نقول سعيد شربح ربحنا به احنا الاستقلال هذا اللي, اللي رانا عايشينه حنايا ربحنا به غير رحموا على شهداء هذوك صحتهم صح اللي عاشوا بعد الاستقلال ما ربحنا به والو فهمت خويا نور الدين نعم نظن تبع فيا ولا لا لا نعم ماني نسمع فيه داكور بور ستون بوتفليقه يحوسوا يديروه عهده خامسه انا بروموا مو جو با سي كو لا ديفيرونس العهده الخامسه والعهده العشرين 20 والعهده الوحده والغديري الغديري الناس كل متفقه باللي كان في لارمي داكور من حقه سيفيلي ترشح بصح من اللي راحوا اللي مونبر تاعو ثلاثه راح الناطق الرسمي هذاك العربي تطرح الزبيده العسول وقبلهم راح لبران هذاك الصحافي حميد العياشي وقال لك قال لك انا, يعني أنا نواصل هاو ثبت على روحه باللي هاو تبع النظام النظام سوا توفيق ولا, ولا بوتفليق انا برموا هما 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 النظام شكون اللي مزال رشيد نكاز راكي رشيد نكاز نعرفه في 2014 انا وقفت معاه في في دي لا ديفونس كونتر لا سوسيتي تاع ان جي هذيك يعني بكري كانت غاز دو فرونس منه من هي وشحال من خطره نهار حتى اللي ضربوه ثاني رحت مع جماعتنا نددنا كي ضربوه منه من مي انا بور رشيد نك انا بور موا انا قلت نحترم اللي تبعوا فيه لي جون يجي نهار اللي تيقوا به راه سي بيست رشيد نكاز رشيد نكاز سي اون كون يعني يحترم هو ما احترمش حتى اللي مدوا الاستمارات ما نجمش يحترم الملاينا اللي خارج البرة هذه قالوا له ريح سي كيتوا كاين الجيري بيست ثاني الجيري كله البرا انا واحد ناس قلبي وعقلي ونسهر نتبع في الفيديوهات والتحاليل باش نشوف وين الاغلبيه انا نشوف العقل العقل يقول لازم تكون مع الشعب الشعب حتى 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 المشاهدين الكبار هم قالوا, قالوا قالوا بلي عاد نخرجوا غدوه غدوه ماتنا وخوتنا كل يخرجوا ابا ان شاء الله غدوه ان شاء الله نخرجوا وجاي رمضان انا حكايه اخويا نور الدين مروحه الاعتصام خويا نور الدين فهمت غير غير حاجه في ما هضرتش عليها الدوله قالت ندير وشرت على عام وشرت قالت نقعد عام وقالت ندير كذا وندير ندير وطنيه هذه كلها باش باش يصوبوا لي موبل البوفوار خويا نور الدين الحاجه اللي فريدة اللي ما هدرش عليها الدوله في التلفزيون تاعها ولا نادي الشعب هو الاعتصام الاعتصام راه تغرب لكل شيء فهمت تغرب لكل شيء ونديروا نوفو دي خويا يا الاخ الكريم شوف اسمع اخ عادل شوف مجموع الخيارات اللي انت راك تحكي عليها واللي راها موجوده على ارض الواقع كل هذه الخيارات لازم تلتقي في مبادره جامعه درك الجماعة هذو راهم انتو النظام الجماعة هذو اللي راهم دركا اه يمثلوا الجناح نتاع بوتفليقة الرئاسي بما فيهم الناس اللي راهم داخل الجيش ولا المخابرات ولا الاحزاب السياسية قال نتوما راهم درك هما ما كانش مطروحة عندهم هذه مسألة نتاع الندوة الوطنية هذه ونتاع قال كذا يا سيدي نحطوها قال المبادرة هذه من أجل الصالح نتاع البلاد حطوها اوكي انت هذا علي الغديري انا قلت لك انسان موضوعي ونحب المنطق ونحب العقل طيب. قال هذا انت علي الغديري واش تحوس تحوس على قطيعه مع النظام ومع الاساليب تاع النظام اوكي نحطوها نزيدو نضموها للمبادره تاع النظام احزاب سياسيه واش تحوسوا تحوسوا على لجنه تاع مراقبه تاع انت انتخابات وانتخابات نزيهه وشفافه واللي داها اوكي هزها وحطها الشباب وش تحوسوا تحوسوا على وجوه جديده تحوسوا على كذا على كذا كل هذه الخيارات المعارضه اللي في الخارج تحوسوا تحوسوا على تغيير نظام جديد كل هذه المبادرات منذ سنوات وانا نحكي منذ سنوات وانا نتكلم كل هذه المبادرات هي كلها تلتقي في مبادرة واحدة من أجل تغيير نظام والذهاب إلى بناء جمهورية جزائرية جديدة على أسس صحيحة منذ سنوات ونحن نحكي فيها دون إقصاء دون إقصاء دون تهميش ناس كلها تلتقي الجزائر للجماعة يا أخويا أخطأت فهمت أخطأت إحنا الآن ننظر للأمام ننظر لأنه لما تكون فيه تصفية حسابات ولما يكون فيه انتقام المستفيد الوحيد هو العدو اللي راهو يتربص بالجزائر، نوليو ناكلوا بعضنا البعض، فهمت؟ نوليو وليو الجزائريين ياكلوا بعضهم البعض، فيما بعد أنت لما تخرج لي أنت ذوكا تقول لي ذوك أنت دير اعتصام، ومن بعد روح جي أنت برا وقعد ثم، من بعد لو كان هذه القوات نتاع الأمن، والقوات تاع الجيش، والإعلام، والمال كلهم هما ينحازوا للشعب التغيير ما يكونش غير كون كاني والله وتقعد 4000 سنه انت راك دير راك دير انت مسيره بالورود وبالبارفان وبكذا ما يكفيش انا شفت مشاهد مليحه هو انك انت مثلا قال واحده من المحامات واحده من المحامين تروح هي تحكم بوليسي وتسلم له على راسه وتسلم له على وجهه مليح مشهد حضاري مشهد راقي فهمت مشهد يعني مليح اللي انا شخصيا كنشوفو نبكي شفتو قبيل واحد المظهر حتى الدمعه طاحت لي مليح حاجه مليحه ولكن هذا المشهد هذا هذا ما راهوش عام الناس راه حابه تنتقم الناس راه حابه تصفي حساباتها الان درك كاين الناس اللي راهم درك هما فاهمين الوضع ما مش حابين يدخلوا هما في مواجهه مع القوه تاع الامن وتاع الشرطه ولكن كاين شباب اللي ما راهوش فاهم الامور ما راهوش فاهم السياسه راه كاين فيها صراعات متجذره داخل المجتمع الجزائري ما تقول ليش بلي باللي راه ما كانش ناس في الجزائر اللي راهم يحوسوهم على فصل منطقه القبائل ما تقول ليش باللي مكنش. ما كانش ما تقول ليش باللي راهم كاين ناس في المنطقه نتاع مزاب راهم يحوسوا على المذهب الاباضي ما تقول ليش باللي ما كانش كاينه مشاكل موجوده كاين ناس اللي راهم يحوسوا قال بث هذه المجموعه تاع الفيص الاسلاميين هذو ما لازمش يحكموا الحكم. ناس علمانيين في المقابل كاين ناس اسلاميين قال باللي راه كاين فيه طابور خامس راهو نتاع فرنسا وانت كذا. كل هذه المشاكل انا راني درستها مانيش نتكلم غير هكذاك برك. بالتالي لابد من مشروع اللي تلتقي فيه الناس كلها. مشروع اللي هو المشروع يا نور يا نور الدين المشروع كاين حاجه. انا انا من انا من بها كاين زوج كاين حاجه في اللي ما تتغيرش زوج حوايج اللي نحافظوا عليها لا اله الا محمد رسول الله والقران ما نجموش نحرفوه حاجه اخرى يا كولي كونك شونج بانا دي نقول لك شوف اسمع اسمع لا 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 اسمح لي يا كولي يا كولي كون اسلام ينوردين احزاب فوق الرئاسه نتاع الجمهوريه فوق الجمهوريه اسلام دين نتاع ربي وحنا رانا مسلمين ما يجيش انا واحد دوكا يهضر لي في هذه الهضره هذه لا ما خليتش نكمل شو... الجمله نور الدين ما فهمتنيش معليش معليش نعطيك تتكلم شوف الاسلام فوق الاحزاب فوق الشخصيات وفوق فوق الجمهوريه الاسلام دين نتاع ربي فهمت ربي مش محتاج على جال باش ناس وكلاء يتكلموا عليه ربي عنده القوه قادر هو يقلب الناس في لحظه يقلبها كلها الناس في اتجاه واحد ربي هو خلق الناس مختلفين دوك حنا قضية تاع هو انه الاقصاء هذا ما لازمش يكون تاع انه واحد يخرج لك انت في 2019 يبدا هو يقصيك في الناس او يبدا هو ي... يبدا يتربى بين الناس حنا نحوسوا على مشروع جامع هذا المشروع منذ سنوات وانا اردد نتاع مصالحة وطنية حقيقية نروح هنا دركا تلتقي الناس تلتقي الناس عقلاء اللي هما يخموا في البلاد خموا في مستقبل نتاع الاجيال وتمشي الناس وحده وحده من اجل بناء جمهوريه جزائريه جديده وفق اسس صحيحه تتناقش الناس حول خطوط عريضه وتروح الناس وحده وحده نور الدين تفضل كاين كلمه كاين كلمه يقولوها الناس كل الاسلاميين الوطنيين لايكين كلمه ديمقراطيه علاش انا قلت لك زوج حوايج ما نحاولوش نغيروهم هي لا اله الا الله محمد رسول الله والقران ولو نجمو نغيروه سيتادير يا كل اللي با دافي غير الغبي اللي ما بدلش رأيو اسكو الجمهوريه هذه اسكو محتمه علينا جاهم جاه نبي وقال الجزائري الشعب الجزائري راك مبني بالجمهوريه علاش ما نبدلوش جد الكلب نديرو استفتاء في المرحله هذه بعد تاع تعال... تاع الاعتصام كي يخرج باش مش باش انتخابات ما نديروا والو حتى الجمهوريه الثانيه مليحه جات في داكور بس علاش تحتمها الشعب نديروا استفتاء واش رايكم واش نديروا يا جمهوريه يا فيدراليه باسكو الجمهوريه يعني يا نور الدين لازم يكون فيها رئيس وحنا مصيبه الجزائر هو في الرئيس بكاونا على بومدين وخذونا في بوضياف مرضنا ابو هذا وش درنا بجد الكلب هذا الرئيس هذا واش ربحنا منه المنصب هذا نحو جدو طول نديروا رئيس حكومه نظام فيدرالي كل خمس سنين يطير ما تهددنا دوله ما يسيبلونا الرئيس نتاعنا هذا يبين في... شوف المانيا شوف سويسرا شوف ما قداش دوله في العالم نظام فيدرالي وش ربحنا بجد وهذا جمهوريه هذا اسكو <applause> <applause> حتى راه مكتوبه في بيان اول نوفمبر ريما مش مكتوبه في القران اخويا الجمهوريه مش حتى مع الشعب الجزائري عم يقولوا 70% الشباب خلوا الشباب يقودهم علاش نبقاو احنا نصفروا في حساباتنا جماعه الفيس تاع بكري تاع دركا ولي جينيرو وحاقرين لي جون ياخي مستقبل الجزائر من الشباب شهر. يعني يقول 70% كونوا ديمقراطيين خلهم يديروا استفتاء اسمح لي ممكن 70% من الشباب يفوتي باللي الجزائر تولي 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 فيدراليه فيدراليه تتقلب الحكايه نور الدين الدور ما يروحش نور دوره ما يروحش دير لا بروموسيون تاعك وتروح تروح لا روتريت نتاعك حنا يديروه لنا كادر يعبدوا فيه هدو والزوايا ومش عارف خرج دخل دخلوا لنا الخيوط في بعضها نور الدين خلوا لي حنا خيوطنا داخله بعضها خلوا لي جون يرتاحوا نور الدين ديروا استفتاء بعد بعد الاعتصام لازم اعتصام ومن بعد نهضروا مش نديروا انتخابات رئاسيه ويجوا هذا يقول لك عقلاء علاش شباب ما فيهاش عقلاء مجانين شباب 70% احنا رانا خرفنا نور الدين خلي جد هالشباب لازم يديروا استفتاء يا جمهوريه يا فيدراليه هذا هذا السؤال فهمت انا غدي باش ما نبقاش نحكوا لبيت ارقيق على رشيد نكاز وهذه منظمه المجاهدين وهذه حراقه لا لا كريم انت راك كيما يقولوا تحاجي وتفك وحدك شوف نقول لك لا هذه هي نور الدين اصبرني اصبرني راك تحكي لي انت يا ودي تحكي لي على الحق راك تحكي مع مع وسمو مع جماد والله راه عندنا عقول نفكروا بها انت دوك كي تقول لي انت دوك استفتاء كيفاه رايح تنظم استفتاء والناس ما تنظم الانتخابات استفتاء وي ولا وي ولا فيدراليه ولا جمهوريه سيتو والدوله المتحده هي دي. اللي تبرزها بالفيسبوك يا سيدي بالكترونيك ما فيها تصوير عمر بزور اسمع كيما كيما بلاونا بالجمهوريه من 62 خلي يبنونا بالفيدراليه نسيوها نور الدين علاش انا ما فهمتش يحط معينا نظام جمهوري علاش لازمتنا رئيس انا أثبتنا للعالم قادرين نعيشوا بلا رئيس مده سبع سنين ولا 20 سنه من اللي يتخض بوتفليقه هذا قالك لك اللي مسمع. عنده مريض هو مريض واللي عنده كاو هو كاو حنا عندنا كاو الشعب راه كاو باش نديرو بها الجمهوريه رئيس جمهوريه تبلينا بها هذه اللي نحبوا في الاسم نتاعو حتى ابو بودي يخدم على روحه ولا ما خدمش او مات نربح نبيع احنا بيه بيه رئيس عبي. جمهوريه هذا رئيس حكومه أنا ما خدمش مرض يروح يقود يجي واحد اخر يخدم الشعب الشعب هو هو الحاكم نور الدين خلونا نرجد جد الجمهوريه هذه ورئيس جمهوريه ومش يعود يكون فيها شياتين وكاشير الحق ما يروح حتى الكاشيره قالوا لي جو 70% هم الاغلبيه الشعب الجزائري هم يا جمهوريه يا فيدراليه سيتو نور الدين هذه الهضره نور الدين والله العظيم هم يقروا فيهم سمع. بعد يحطوه ماكوتي هم ديجا هم 30 سنه 40 سنه تلقاه دكتور يا الاخ الكريم كلمه اخويا اسمعني مازلنا منظمه المجاهدين المانيا 50 حرب عالميه دارتها مع الاخوه والاخوات معذره نلتقي ان شاء الله بعد قليل نحاولوا انه نشحن الهاتف عندي الهاتف راهو الباتري تاعو ناقصه شويه نحاول نشحن نشحن الهاتف اذا كان فيه اخوه هكذا حوالي 20 نصف ساعة إن شاء الله تحياتي لكم جميعا